اهلا وسهلا من جديد بمشاهدينا. نتحدث عن مباراه الجوله الاولى من الرابطه المحترفه الاولى. في الحقيقه كان دفعه اولى، شفنا البارح زوز مباريات. اليوم تحدثنا عن مباراه اتحاد بنسيري وهلال الشابه، والان نتحدث عن اتحاد تطاوين والنادي البنزرتي. من خلال هذه المقتطفات او اللقطات، كيفاش تحكم على المباراه، خاصه انه البنزرت سجلت هدف الافتتاح ثم بدنيا يبدو ما هي جاهزه باعتبار المشاكل وغياب التمارين والتربصات استعدادا لموسم سيكون صعب على النادي البنزرتي بالتاكيد. كنا نسمع في المدرب المساعد كان يحكي على 14 يوم من الفريق ترينا فيها 3 أيام برك. وين نحكيوا على تحضير نتاع فريق انه باش يلعب مباراه مهمه ضد اتحاد تطاوين؟ معناتها فماش فما ابسط الامكانيات مش موجوده اليوم في بنزرت. اليوم فما مشاكل قاعده تتراكم منذ موسمين. النادي البنزرتي في كل مره يلقى روحه في وضعيه صعيبه برشا لتفادي النزول. النادي البنزرتي مصيره غامض، النادي البنزرتي مصيره الرياضي بصراحه فيه برشا ضبابيه، فيه برشا مشاكل اداريه اللي يلزمها توفى. الى متى باش يقعد رئيس النادي موجود في فرنسا والناس اللي تسير هوني موجوده على عين المكان؟ تحب ولا تكرهوا رئيس النادي ما يعوضه حتى حد، حضوره ووجوده في الفريق مهم برشا. شو الحل يا ناصر؟ قاعده تعمل مجهود، شو الحل؟ وي الحل لازم يلقاو حل فيس، على خاطر شفنا الناس قاعده تخرج الشارع وكل مره فما مره يتلفوا وراء الفريق ومره ما يتلموش ومره فما مشكل ومره فما الانشقاقات هذه الكل. راهي يلزمها اليوم تخرج من النادي البنزرتي ويلزمها تتفض بصفه نهائيه. واليوم وقت اللي نحكي ونشوفوا احنا في الملاعبين اللي تم انتدابهم من في الفرق الكل، الفريق الوحيد ما عملش انتدابات. الفريق الوحيد النادي البنزرتي ما عمل حتى انتداب، معناتها باش يوريك اللي قاعد يلعب بالشبان نتاعو، معناتها على خاطر ما فماش شكون، فماش اداره اللي موجوده باش توفر الامكانيات ولا باش تنجم تناقش الملاعبين. شكون الملاعب اليوم ينجم يمشي النادي البنزرتي وما عندوش ان فيزافي؟ باش يقول لك باش نمشي للمجهول، باش نمشي شكون باش يخلصني؟ شكون الفيزافي نتاعي؟ ومهم برشا ديما الملاعبي الرئيس ولا المسؤول الاولاني اللي مباشر باش يعطيه تطمينات على فلوس وهذا المشكل. زاد فما حاجه اخرى انا حبيت نقولها في اتحاد تطاوين اللي قاعده تتكرر في المواسم هذه الكل، معناتها كثره الانتدابات اللي اتحاد تطاوين السنه عمل 13 انتداب بالعدد هذا الكل، عملناه ونجي 17 العام. يا ودي يلزم فما استراتيجيه واضحه بالنسبه للفرق هذوما. اليوم كان نحبوا نحكيوا على الاستقرار الرياضي ونحبوا نتائج تتبع، راهو يلزموش يكون معناتها كل ميركاتو نهزوا ملاعبيه ونجيبوا ملاعبيه وكل عام يمشيوا ملاعبيه. يلزم يا ودي وقت اللي انسان ينتدب ملاعبيه في اعمار معينين يلزمهم على الاقل حاجه ما بين عامين وثلاث سنين الكونترا يكون موجود باش يكون فما تواصل بالنسبه للفريق. اليوم اتحاد تطاوين عمل انتصار مهم في بدايه الدوره، وانا نقول نجم يعطي شحنه معنويه هامه بالنسبه لاتحاد تطاوين، لكن لابد معناتها من المراجعات في ناحيه الانتدابات ومن ناحيه الهيكله نتاع الفريق. تفضل مجيد. هو لخص كل شيء ناصر، اما كي نشوف الماتش ونشوف الفورماسيون نتاع السيابي رغم المشاكل تقريبا هي نتاع مناول ما عدا صابولي ما لعبش. شفنا 30 دقيقه لعب سيابي جي بالنسبه لي حاب يربح الماتش. صابوه في الكلوب افريكان. اي ما انت تلعب معناتها اللي ما لعبش مع سيابي، عمناو مع سيابي، الوحيد اللي مش موجود في التشكيله الاساسيه اللي لعبت عمناو تقريبا نفسهم، ديجا حاجه باهيه، خاطر كي تلقى مشاكل وتلقى ملاعبيه اون غريف وكل شيء، لكن تلقى لجور دي ماتش ملاعبيه تهبط وفيك الاسبري تحب تربح، برافو للملاعبيه. وشفناه معناها 30 دقيقه لعب تقريبا سيابي اكتسحت التيران معناتها الملعب نتاع اتحاد تطاوين، ودار سجلت الهدف. شنو هو اللي صار زميتون؟ الهدف اللي سجله شاب، ما تعرف في ماتش عندك وقت تبدا خاصه ليكيب لوكال، اذا تمركي في قبل ما يوفى بيرميتون سهلها. 5 دقائق الاخرانيين هي شنو هو؟ سجلت من معناتها سجلت في بدايه الشوط الثاني، شهاب زغلامي عاد النتيجه، ايبوي تكلم عاد على كلمه مهمه اللي فيزيك نتاع السيابي طاحت ليكيب ولات الاتحاد تطاوين. انا حبيت نقول حاجه، السيابي سي فري ما صوبتش الدرس، لكن ديما ليسبري لو كروم تاع لي جورج سيابي راهو سيت ان اكزامبل، خاطر الملاعبيه سامحني انا نشوف ليسبري يا ناصر بربي ديما تقطعني، خليني نكمل فكرتي يا ناصر عايش خويا. ليسبري نتاع الملاعبيه مش خالصه، عندهم خمسه ولا سته اشهر مش ملاعبيه. شوف ليسبري والكاليتي والكرون اللي يحبوا يلعبوا فيه على الكوره اللي برومي، معناتها ايزيتي ديسيزيف في البريميتون، كانوا يجموا يسجلوا راهو دوزيام بيوت معناتها. لكن لا قداش من ليسبري؟ ليسبري اللي عنده قيمه، تكلمنا على شواط البارح، تكلمنا على شواط ما عندوش الكاليتي قويه المونتال
باش يلعب هذيك الكروم تاع جوال سيابي. يا ودي سي سا عملناه سيابي ثلاث سنين. يا ودي سيابي وقت كيفاش تمنع سيدي سيابي تمنع مجيد راهو في ديرنيير جورني سي امبورتون. خلينا نتفاعل معاك خلينا نتفاعل معاك مجيد. مهم ان تبدا عندك الفولونتي وتبدا عندك لونفي. اما زادك من شيره الاخرى كان ماكش خادم وماكش خالص وماكش ماخو حقك بلا كيفاش باش تخدم. قداش من لونفي قداش من رجوليه وقداش من حب المريول. يا ودي نحسبوا كي نحسبوا يا ناصر كي نحسبوا جولات ليتوار جولات سي اس اس جولات سي ابي كلهم مش خالصين. نسالك سؤال كلهم فما جمعيات خالصه نسالك سؤال نسالك سؤال تفضل. انا ملاعبيه ما تترناش ونجي نهار السبت ونهار الجمعه. هاي الاولاد انتم رجال يعطيكم الصحه قليب انا فاوزي وريوني كيفاش تربحوا باش يربحوا بالقليب بالروح. يعني جبت لك انا جبت لك الناس تترنى يعني جبت لك الناس تعطي يا ناصر على الماتش. هو مجد اللي حاب يقوله لك على الماتش هذا معناه الناس كل تفرجنا معناه بنزرت ما سحقش الخساره الحقيقه إيه؟ خاطر حطت حطت لزان جمال كان حاضر بنزرت كان جات حاضر خدمت صحيح كان جات رنان بدنيا خير من هكا 3 سيونس على 14 يوم راهو الروندمون خير موافقك. اما اللي رناه اللي رناه على على كميه الفرص وعلى نوعية الأهداف اللي سجلت بنزرت الحقيقة معناها النقطة كانت نجم تروح بنقطة معقول برشا. فما حاجة مهمة راهو الملاعب بتاع الكورة كي يهبط الميدان ظروف المشاكل وظروف اللي دايرة به الكل راهو ينصر يرحم والديك صحيح. لكن اليوم السي بي مجروحة صحيح سي فغي مي لكن ما فماش شنو بشي الملاعب بشي اليوم بشي يجي يقول لك مثلا يعني ديز اكسكيوز معناها باش يقول لك انا راني مانيش خالص مانيش مانيش لاهي بيا ما عملناش تدريبات باهيه هذيك هي فهمت من بعد هذي. وكان ربح راه ما يتكلموش ما يقولوش كلام هذايا كل راه السؤال كي سبوز هو الى متى باش تقعد جمعيات في عراقه النوادي كيف نكا في نفس المشاكل. انا نحكيو نحن على ملاعبي خالص مش خالص على على ترينا ما ترناش مش هذا هو الموضوع. نحن مشاكلنا كي نحب نحكيو على الكوره ما نجمش يكون الموضوع نتاعنا المشكل هذا. نحكيو تكتيك نحكيو تكنيك نحكيو جست تكنيك اللي عملها تكتيكمون كيفاش وقفت لادفيرز ما نحكيو الجمعيه مقرفه ولا الجمعيه مش حاضره معناها ولينا نحكيو بالاكسترا سبورتيف اكثر من سبورتيف. يعني جمعيه في عرقه النادي البنزرتي الى متى باش تقعد هكا معناها ما نخموش ما بيننا وبين رواحنا نقولوا علاش معناها علاش عامله هكا ما يقفوش وقفه معناها رجال السي ابي وجمهور السي ابي ويقولوا يزي من الفوضى هذه. اخي مش تقعدوا هكا راكم باش تلعبوا على السقوط في اخر العام في اخر العام باش تلقاو نفس المشاكل نتاع عامني والماتشات الاخراني باش تولوا على اعصابكم باش تولوا تبكيوا باش تولوا كذا باش تولوا تحرقوا باش تولوا تكسروا باش تولي فما فوضى في بنزرت كل عام هكا. يا اخي ما نفيقوش ما نتربيوش احنا ما نتعلموش من الدروس معنا ديما نغلطوا نفس الاغلاط ديما نفس الاغلاط. يا خويا ما هو وقفه وقفه خويا وقفه نهار يا خويا ستوب. سي ابي لازم ترجع لبلاصتها. سي ابي لازم تكون جمعيه مهيكله لازم ملاعبيتها تكون خالصه لازم عندها تيران مريقل جمعيه كبيره وتاريخها كبير وعبيد فاناتيك نتاع كوره ويحبوا الكوره وجمعيات في تونس كل معناها جمعيات عريقه كل شيء معناها شنو اللي وصلنا هكا شنو اللي وصلنا هكا. لعبت كل تحب تخدم في الكوره عاد ناس سامحني سي ماجد خلينا نكمل ناس كل تحب تخدم في الكوره وهما خاطيهم الكوره. علاش كي انت خاطيك ما تنجمش تحسن الكوره لواش تحب تدخل في الكوره. ها نعطيك نسميك كما قلت لك نسمي لك اني قداش من مسؤول تو في الجمعيات نتاع الكوره خاطي لا عنده فلوس تو انت ما عندكش فلوس وماكش ما لعبتش كوره لواش داخل الكوره فهمني الكوره تحشتين يا تبدا عندك فلوس وفاناتيك وتحب الجمعيه وتفيدها ولا عندك ولا عندك فكره ولا عندك فكره وعندك غزره وعندك عين تدخل. اما انت لا هذا لا هذا وداخل واش داخل ليه الناس باش تكون الفايده اللي كنتي باش ترجع اوتوماتيكمون باش تعمل اسم. فما دي جون كي شيرش لا ريكونيسونس تحب تبدا معروفه في الشارع على حسب الجمعيات خاطر الناس هذوما على حسب الجمعيات عاد مع الوقت وقتاش نصلحوها الامور هذه علاش ديما معنا نقعدوا نحكيوا فيها خويا خلينا نقدموا بكورتنا يوفا بورتوت تجد فعل المشكله في زاده في, في, في الناس الفنيين اللي ما تخدمش راهو زاده فما برشا قله معروف فما برشا كلام ناس ما عادش تحب تخدم فما مسؤولين ما يقول لك انا تو باش نجي نخدم في جمعيتي باش نعاون جمعيتي باش تولي تطيح قدر تسميع كلام ولي بطل
وهذا موجود فهمت يعني نعرفوا برشا ناس هكا يجي ويبروبوزيو عليه يقول لك خويا نجم نعاونك من البعيد نستشيرك يعني نجم اي خاطر من تطيح لك دار الفوضى شكون شكون صنعها الفوضى كيفاش تخلقت الفوضى باش الناس كلها تسب في الناس كل ما هو الفراغ الفراغ هو خلى الفوضى خاطر الفراغ دخلت فيه ناس ماهيش انكومبيتونت ناس لا تدفع في فلوس لا عندها تاريخ لا تفهم في حد شيء وتحب وتغرك الناس في بعضها وتعرك وتعرك الجمهور في بعضه وتقسم الجمهور في بعضه بالشرقة هو براسة ولهذا نحن مش نقعدوا كل معناه حصة ولا حاجة أني قلقت وتعبت من الحديث في المواضيع هذو بصراحة خطر هيك لب الموضوع فاش تحكي لي أنت جو قرف وكيفاش من قرف مانيش نحكيو في كورة أخوي وقتها نبدأ معناه جمعية مهيكلة وجمعية مهيكلة ومنظمة وتيرانات باهية وجوارات خالصة وقتها نجمو نحكيو على كورة إلى متى خويا نقعدوا نحكيو نحن ملاعبيتنا مش خالصة إلى متى جمهور ما غير ماهوش في استاد إلى متى تيراناتنا خايبين إلى متى إلى متى نحبوا نراو كورة في مستوى في مستوى كورة تاريخنا كتونس نحن تاريخنا في تونس تاريخ كبير تونس خلقت ملاعبية كبار برشا أسامة ملاعبية كبار برشا برشا معناها وفايتين عصرهم معناها فهمت في, في في العرب وفي أفريقيا يعني يستحقوا بخير بصراحة المستوى هذا بصراحة مستوى ياسر وخرنا ياسر وخرنا ولا يقلق الشيء الموضوع هذا ولا يقلقني واحد من الناس وما شويه كفنك ولا تقلقني بصراحة هو هو راه لب الموضوع هذا ما يقلقش ابش نقول لك علاش ما يقلقش ما فهمتش تصريح احنا علاش احنا مش قاعدين نحكي الكوره علاش خاطر اليوم فما مشكل اساسي في كره قدم التونسيه ما وقفوش عليه المسؤولين الكل اللي هو لونديتمون نتاع جماعات علاش وصلوا جماعات كل يوم اونديتي شكون المسؤول وشكون ترجع المسؤوليه اليوم نحكيوا سابي مش سابي برك عندك 15 مليار ديفيسيت لتوا ديفيسيتير سي اس اس ديفيسيتير تطاوين جماعات كل في تونس المشكل وين المشكل وقت انت اليوم نلقى كيب ديفيسيت اللي هي عندها عز مادي وما نحطش يدي عليها كسلطه ولا جامعه وخليها تنتدب ال 12 و 13 وهي الميزانيه نتاعها معناتها غارقه ونتفرج ولا نخرج قانون ما نطبقوش تعرف الجامعة طلبت من الجمعيات قبل كل موسم يعطيوها تقرير تقديري مالي متاعها ويخضع للجامعة وتوافق عليه باش تعطيها باش تقوم الانتدابات ولا قانون تاع 8 لاعبين ماكسيموم في الانتدابات 13 14 يقول لك قبل الموسم لا يا سادة قبل الموسم لازم كل جمعية تقدم التقرير المالي متاعها التقديري والجامعة لازم تشوف إذا هذاك يسمح لها باش تخولها باش تنتدب ولا خلينا نكمل لك باش تفهمني الجامعة هنا تتفرج وساكتة لأن الجامعة كل دخلوا في سعد مجيد في الديفيسيت يلزم فما وعي فما وعي لازم يكون رقابة مش وعي رقابة خلينا مسؤولين فما رقابة وفما وعي من جماهير نتاع الجمعيات خلينا مسؤولين عندهم سوء تصرف ورؤساء طلعوا البار عالي هذا كان متفقين نحن فيه لكن اليوم لازمنا ناخذوا على حقيقة صحيحة الجمعيات نتاعنا كيفاش وصلوا الحالة هذه لازم نقول لهم ستوب لازم نحطوا ايدينا على الداء اللي هو ما عادش نسمح بالجمعيه تكون ديفيزيتير وتنتدب معناتها لازم فما تصير مراقبه من الوزاره من الجامعه باش نخرجوا من جماعتنا من السيتواسيون هذه اليوم تكلموا على السي بي من السي بي وحدها جماعه الكل وهذا اللي اخترناه الموضوع بدات منين هو بدات منين من سليم الرياحي كي جا النادي الافريقي ولا معناتها المسؤولين موجودين لكن اليوم بدات المشكل حكينا على المشكل قلنا راه ما يجيش راه دي سالير كيف نكا فما ملاعبيه في تونس تخلص في 150 مليون في الشهر خي عندنا ملاعب يسكن 150 مليون سيستم كامل عندنا ملاعب يسكن يخلص 100 مليون خي عندنا ملاعبيه تخلص 100 مليون في الشهر سيبلي راه اللي قلته صحيح ملينا سيبلي عادل قعدنا نحكيو كان على معناتها لي زيكسترا مش قاعدين نحكيوا على الكوره البارح شيخنا عليه شيخنا البارح حكينا على الكوره البارح في علاقه بالبارح معنا مكالمه هاتفيه الناطق الرسمي لفريق مستقبل جيش سي مهدي بطبوط يحب يتدخل في اطار تفاعل مع ما صرح به صادق قحبيش في علاقه بمباراه الافريقي ومستقبل الجيش سي مهدي اهلا وسهلا بكم مرحبا مرحبا بك سي عادل تحيه ليك وتحيه للحضور الكل في البلاتو صراحه النقاش من نجم يكون كان سهري ومن نجم يقدم كان ليفاد للسادة المشاهدين جوست أنا حبيت نعقب على الكلام اللي تقال بعد التصريح لعبنا أحمد الحادري احنا نلعب رجال راهو أحمد نحب نقول راهو لاعب خلوق أصيل مدينة الوسلاتية وتحية لحبانا في الوسلاتية أحمد راهو متحصل على الماستر في الفيزيك شيمي وكلمة نلعب رجال راهي في المنطوق العامي لعبنا بقليب افيك فولونتي افيك ديترميناسيون راهو ما دون المس بأي شخص آخر راهي راجيش مدرسة أخلاقية تعمل على تربية الناشئة وسينوتر اوبجيكتيف صراحة واحنا من واجبنا ترسيخ كل المبادئ السامية لأن نحن نؤمن بأن الرياضة تحابب وتأخي وذلك هو في الأخر شنو يبقى نقطة ثانية جوست أنا نحب
باسمي وباسم الهيئة المديرة المستقبل الرياضي برجيش نتوجه بتحية شكر وتقدير للنادي الإفريقي الهيئة المديرة وعلى رأسها سي يوسف العني على حفاوة الاستقبال، رغم أنه النتيجة ما كانتش في صالح الإفريقي، لأنه صراحة كان ترحيب تام من الهيئة المديرة للنادي الإفريقي وكل الأطراف اللي نظمت المقابلة، كل الأطراف المداخلة، الطرف الأمني كذلك صراحة تعامل معنا برقي تجاه الفريق متاعنا، وإحنا على خير الكرة في الفرق الرياضية نعمله باش نأسسوا الأخلاق والتنافس النزيه. وشكرا على إتاحة الفرصة. يعطيك الصحة سي مهدي، باش التعقيب بعد المباشر من سيد القحبيش، تفضل سيد. سي مهدي نشكروه على التدخل بتاعه، حبينا جس نقولوا له اللي احنا ما نشكوش في حسن النية بتاع احمد الحضري، لانه معناها وليد يتكلم بكل خلينا نقولوا سبونتانيتي، معناها وعنده معناها بوكو، عنده برشا ما يعطي على الميدان، لكن هذا حبينا نبعدوا على التصريحات هذه، لانه فما تصير تاويلات بعد ساعات، فما جماهير تقراها معناها بمنطق اخر وبديزارير بونسي، دونك حبينا ننصحوا الوليد معناها من باب فهمتي الاخويه، قلنا نبعدوا على التصريحات هذه ني بلوس ني موان. جست التوضيح وبارا سي سابق، جست التوضيح، واني متاكد ان انت فهمت الميساج نتاع احمد الحاضري. واضح واضح اني فهمت، اما برشا عباد بعض بوتيتر ما فهموش. انا حبيت اقول اليوم اتصلوا برشا من رجيشه خاطر نمشي نصيف، والناس هذوما نعرفهم بالقدام من قريب، لا نمشي نصيف في رجيش، واهلي رجيش معناتها بالحق ناس باهيين برشا، ناس تحفونين برشا، كانوا معناتها تقلقوا من الكلمه هذه، راهو الصادق وقت اللي قال معناتها مش بالمفهوم الرجولي اللي نحكيوا عليه، معناتها الرجولي معناتها نتاع كره القدم في نهايه الامر، لكن رجيش تبارك الله عندها برشا رجال. يعطيك الصحه ناصر، ويعطيك الصحه سي مهدي بطبوط، من خلالك انت تحيه لكل ابناء رجيش وخاصه الفريق اللي قاعد يقدم في عروض قويه رغم حدث تعهده بالرابطه المحترفه الاولى، عملناه واكد ذلك وسناء بدايه قويه بعد تعادله مع الافريقي في رادس. نفتح ملف الان، خلينا نقول مش ملف، يعني ملف المسابقات والرهانات الرياضيه مع تينيزي جيمينج، والمسابقه متواصله كل اسبوع وكل يوم صراحه في ظل تعدد الانشطه الرياضيه في الداخل والخارج. نحن اللي توانسة يقولوا عليهم المزهرين، نحن نلعبوا وديما نلعبوا، نربحوا ونزيدوا نربحوا، وفلوسنا كاش وديما مضمونين، كل واحد وتكتيكو، كل واحد باش يستباخر مع أفريكا بيت 216، محسنين مضمنين. أفريكا بيت 216، اربح وعينيك مغمضة. إذن المسابقات متواصلة، ونذكر أن تونيزي جيمينج وأفريكا بيت 216 من أبرز المواقع الموجودة في بلادنا للرهان الرياضي وألعاب الحظ. الموقع هذا ذو جودة عالية ومواصفات عالمية ونسبة الربح عالية جدا. بتبيع أفريكا بيت تونيزي جيمينج، خموا في الناس الكل في المتسابقين. بالنسبة للاعب اللي باش يدخل على الموقع بشارك عدد كبير من المسابقات، يعني اللي باش يدخل على الموقع مظهر لي كان مازال يلعب في مواقع أخرى، خاصة وأنه الإغراء والأموال والمرابيح كبيرة وعديدة ومتنوعة. دونك نأكدوا لكم أنه الموقع هذا تاع تونيزي جيمينج وأفريكا بيت 216 هما مواقع قانونية 100% وتحت إشراف كفاءات تونسية، وأي متراهن حقوقه باش تكون محفوظة بنسبة مئوية كبيرة جدا، أي تقارب 100%. ادخل من طول الموقع www.africabet.com 216.com africabet216.com، وكيف كيف بالنسبه ل www.tunisiegaming.com، وتقوم بعمليه التسجيل كما جرت العاده. ديما نلقاو مفاجات عديده، وفي كل مسابقه جديده نلقاو على صفحه تونيزي جيمينج الان اكثر من 99,000 يعني متابع، قرابه 100,000 على مشارف 100,000، والاكيد انه تونيزي جيمينج بهالمناسبه هذه محضرت لكم العديد من المفاجآت اللي باش تكون مفاجآت سارة بالتأكيد لكل المتراهنين. كما عندنا على المسابقة هذه منذ البارحة، باش تلقاو التصوير اللي تشوفوا فيها على الشاشة، شكون النادي هذا اللي يعتبر أقدم نادي رياضي في عالم كرة القدم، وفي أي سنة تم تأسيسه؟ سؤال سهل برشا، ما عليك كان تجاوب بالصحيح وتبارتاجي التصوير على حسابك الخاص، وتكون واحد من 5 الرابحين، كل واحد 100 دينار في حسابه في أفريكا بيت أو تينيزي جيمينج. الفايزين باش نعلن عليهم إن شاء الله في الأسبوع القادم. مبروك الفايزين في المسابقة بتاع الأسبوع الفارط،
216 متسابق ربحوا كل واحد منهم 100 دينار في حسابهم أفريكا بيت. ما عليكم كان تتصلوا ببريد الصفحة باش تتمتعوا بالمربيح، وأكيد استناونا إن شاء الله مع برشا جديد في الفترة القادمة. معانا الناس الكل في كل بلاصة في أي وقت تنجموا تلعبوا وبالكم مرتاح. ثقتكم فينا هي اللي خلتنا نوصلوا للتوانسة الكل. مع تونيزي جيمينج برشا ألعاب وبرشا ربح. تونيزي جيمينج تكتك مع أقوى كوتات. من الأركان الجديدة والفقرات الجديدة خاصة اللي لقات ردود أفعال وتجاوب كبير بالجماهير الرياضية، بداية كانت مع خليل شمام، فقرة حوار النجوم. هذه المرة إلياس يحاور في علي البريقي. نشاهد التقرير مع عزيز جباري، لبيب الفاطمة وأيمن الهذلي. أنا اسمي إلياس وعمري 9 سنين ونقرأ السنة الرابعة. أنا نموت على الإتوال ونشط النجمة. هو صحيح خرج من النجمة، أما مخي بقى ديما معاه خاطر جارح ويبل المريول وزيد ضامر ويضحكني بالجو اللي ديما عامله مع الجروب. أكيد عرفتوني على شكون نحكي، على إيه البريقي. شكون غير رضي في يومه أيما لا تابعونا على 9 سبور. وين حيك؟ شنيا الجو في بن قردان؟ صافا الحمد لله، كل عبيد الكل عيش وتعايش. توحشت الاتوال؟ اكيد توحشت، توحشت الجو، توحشت ستا، توحشت سوسة مبرو، هذيك خدمة توا. ان شاء الله ان شاء الله نرجع نهار اخر ان شاء الله. تشوف روحك تنجم ترجع نهار للنجم؟ كان نلقى خيط توتا نرجع نعمل جوانح ونجري. اكيد ديما واحد ماذا بيه معناها حتى فانت كارير بتاعه باش يكمل في الاتوال في جامعته. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تجي الفرصه ونرجع ونرجع كبر قليل تاع قبل ان شاء الله. علاش كنت بيت ديما في الاوتيل قبل الماتشات وعلاش؟ كنت تاني وجمل وبريود الاخرى مع بعيو جمل خاطر عنده عادات تقاليد الساعه ذاك ما تنجمش تنجمش تبات مع واحد اخر الا ما يرضى هو. انت مغروم بالراب، شنو هي اكثر غنيه تحبها؟ ما عارش عنديش غنية باركة، عندي برشا، عندي ألفا، ريد ستار، أفيرو، نكا. I just want some love, yeah, yeah. من توقعات يركبني الخوف, yeah, yeah. نقعد كيما انتي زمان نقعد كيما انا. ما توعدنيش ومش لازم تحلف لي منات كيما الليلة ذي. أنا هي أكثر ماكلة تعرف تطيبها؟ مش عارف نطيب. نعرف كان ناكل يا نيودي، نعرفش طيب. لما جيتش كوارجي شنيه كنت تكون؟ فليح، انت ونتبع الفلاحة شوية. ما نجم أكون الحقيقة مانيش قاري برشا، معناها ما كملتش القراية، بطلت صغير تنجم تقول وشديت في الكورة. قولوا كنت نجم كيك فلاحة حاجة كيك. محلا عيش تروح تلعب فيها وعلاش؟ أرض الله الواسع كيك. نلقى الورو ولا الدولار جي قول ليه. هي البوست اللي حبيت تلعب فيها؟ والله إذا اللي في كاريري لعبت بكل قاعدة بلاست بالبولي ومشديتهاش. علاش يناديولك برق الليل؟ أتذكر سيروف خليف في الماتش الزمالك 5-1، بعد ماركيت ثاني ثالث طلع عليها برق الليل يطير يطير، عبيد خذيتها ووليت في معروف كم برق الليل كيك عيطوا لي برق الليل. لمسك لي وزع جول جول كورة بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر من ياب لمسكني وعليا برق الليل، برق الليل يطير يطير. توصى
فين ديما نقعد دي تواليست فماشي تواليست يتقلب فما تواليست تواليست ما نجمش يتقلب كان تقلب ترى في روحك راك مرتد تولي عجبتك الجورناليست هي عندك تحسك مغروم و ان شاء الله تلقى حظك تكبر وما ليسونسييل لازمك تخدمها على قاعده وكما عاودها لك راه لازمك تطلع يا عزيز وكا مارك كري نقرا في نسمع فيه يقول لي مارك كري قلت اخي عنا وحيدك تعرف ايش بالانجليز تو عرفتها تو والله تو رسولي دي عرفتها تو مارك كري بدم والروح عرب على جرها طبعا كان حوار النجوم سميناه نجوم لانه الياس الشاب الصغير او غيره اللي باش يحاور النجوم اخرين هو نجم في حد ذاته نجم صاعد ان شاء الله لا نشوفوه معناها محاور جيد وتبكل حظ الروح وحظ الاسئله نتاعه واستفز بطريقته الخاصه اللاعب علي البريك صدق حضر الدرس حضر درسه الياس يعطي الصحه وليد باسيوني مغروم بالكوره وسي معناها كيما عليا نعرفوه الناس كل ملي كان حتى قبل في الأصناف الشابة حتى زياد معناها يتذكروا كان لاعب معناها كاركتيريال معناها سخون برشا على التيران وحتى البرة من التيران حتى معناها الأوقات الفراغ متاعه يقضيهم بصفة غير عادية حب شوية فهمتي رياضة الأكباش ويربي فهمتني ولا حيوانات واحد وكل دونك يسور ديلو عليا معناها كي ترى لاعبين الكل متاع كرة القدم وترى عليا في ديمونسيون أخرى والحقيقة يعطي كل ما عنده في التيران وجوار ممتاز برشا إلي كابابل دو ميور صحيح أما بارفوا زاد عليا يخرج برشا على الموضوع عادل عليا كي تقول ملاعب راجل عليا ملاعب راجل جرح راجل قلبه يعطيك لكن متراجل تو ماش حبه سي سيد اش فيك سكت زياد اليوم وقت اللي قال والله يبارك السمع شنو ما قلنا هذه انا ذكرتك كلهم رجال كل رجال رجولية تحضر وتغيب صح باهي نمشيو في تقرير خاص مع الاعلامي المتميز دائما وابدا حسني الزغدودي المقيم في الإمارات العربية المتحدة برشا حصريات وبرشا أخبار من الأخرى الربط مباشر قص المرة هذه VTR خاص طبعا بآخر أخبار خاصة بالبطولة العربية وأيضا الأحداث الرياضية اللي باش تنظمها الإمارات وخاصة دبي في علاقة بكأس العالم للأندية وربما مفاجآت أخرى نكتشفها مع حسني الزغدودي في هذا التقرير مساء الخير زميلي عادل بوهلال وحييكم من هنا من إمارة دبي بالمناسبة وقبل أن أنسى دخلة البيانو كانت مميزة العزف الرياضي هكذا يعود عبر شاشة التاسعة من خلال التاسعة سبور يعني كانت حركة موفقة هذه تسمى هنا حركات يا كابتن طبعا كما ذكرتم أجندة الرياضة مزدحمة هنا في منطقة الخليج العربي مع عودة الجماهير إلى المدرجات ورجوع المنافسات حضوريا هنا في الإمارات كما يقال بعد قوس جائحة الكورونا أيضا في علاقة مع شأن الرياضي التونسي هنا أقيم معسكر لمنتخب تونس السيدات استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات طبعا وسيدات تونس فزنا 4-0 في دولية ودية أمام منتخب الإمارات منذ أيام قليلة في دبي حدث أقيم يوم 6 أكتوبر تحديدا 6 ديسمبر المقبل هناك مواجهة أخرى أيضا تونسية إماراتية لكن أكابر هذه المرة ولي حساب بطولة العرب للفيفا بطولة ستقام ليس بالبعيد من هنا في قطر ومباراة 6 ديسمبر منتظرة جدا بين منتخب تونس والأبيض الإماراتي طبعا نعرف بأن الجالية التونسية المقيمة هنا دائما
دائما تنظر بشوق وبشغف كبير لمباريات المنتخب التونسي، وأكيد هناك أعداد كبيرة بدأت منذ الآن ومنذ فترة في الاستعداد للتحول لقطر ومتابعة هذه المباراة المنتظرة كما قلنا بين نسور قرطاج والأبيض الإماراتي لحساب كأس العرب للفيفا، وأيضا بطولة هذه المرة تعود بعد غياب سنوات وتحت غطاء الاتحاد الدولي. كذلك نعلم هناك موسم بكأس أمم إفريقيا في الكامرون في شهر واحد من السنة المقبلة، وخبر الساعة الأخيرة يقدم لكم حصريا عبر التاسعة سبور، مونديال الأندية قد يعود لينتظم هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد طلب رسمي تقدم به منذ أيام مجلس أبو ظبي الرياضي لاستضافة كأس العالم للأندية التي أذكر أقيمت 4 مرات هنا في الإمارات منذ 2009، والنسخة الماضية مؤجلة بعد انسحاب الاتحاد الياباني لكرة القدم من سباق التنظيم لظروف تتعلق بالجائحة، والإمارات رسميا على الخط لتنظيم مونديال الأندية، كذلك قطر وبدرجة أقل هناك ملف لجنوب إفريقيا. ونعلم مونديال الأندية مع 7 أندية أبطال للقارات، منها تشيلسي الإنجليزي بطل الوافا تشامبيونز ليج، أو كذلك الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا. هذا خبر الساعة الأخيرة، أحييكم أتمنى لكم التوفيق في قدم التغطيات، وإن شاء الله على تواصل معكم لإفادة الجماهير التونسية أينما كانت داخل البلاد أو خارجها. كل الشكر طبعا للزميل والإعلامي الكبير حسين الزغدودي اللي عد هذا التقرير اللي فيه عديد المعطيات عديد الأخبار وخاصة الحصريات في علاقة بتنظيم كأس العالم للأندية. مبدئيا الإمارات قدمت بطلب تنظيم هذه البطولة لتحظى باهتمام عالمي كبير، والمجال كبير يعني حظوظ كبيرة بالنسبة للإمارات لتنظيم هذه البطولة. هذه الصور طبعا للزميل الإعلامي حسني الزغدودي مع عديد من النجوم العامل في العالم واللي في اختصاصات متعددة، إن شاء الله فيكونوا في حصريات وفي حوارات مستقبلية معنا بالاشتراك طبعا مع قنوات دبي الرياضية. تفضل ناصر. نحيي حسني على المعطيات اللي أعطاها لنا، وخاصة معطى مهم برشا أن اليوم كيفاش البلدان تنافس وتتعارك على المشاركات الإفريقية ولا العالمية اللي في أعلى طراز، اللي اليوم تعطي أهمية للرياضة. الرياضة اليوم ولات نقولوا احنا صناعة، ولات تنجم تسوق بها، تنجم تعطي بها تصوير نتاع البلاد نتاعك. اليوم نحكيوا على كأس العالم للأندية اللي فما منافسة كبيرة عليها، والإمارات طلبت باش اليوم تنظم الكاس هذه اللي تعرف عادل شنو العدد من الجماهير اللي تنجم تتحول، شنو الامباكت نتاعها، شنو السياحه، الاقتصاد، الاهميه الكبيره اللي تتعطاه اليوم. هذاك علاش اليوم نشوفه في بلدان الخليج قاعده تتطور، قاعده نشوفه حتى قطر حظوظها قائمه في المنافسه على تنظيم هذه البطوله. احنا اليوم نشوفوا الناس وقت اللي كاس العالم تقرت في قطر، شفنا الناس كيفاش قطر كيفاش باش تتعامل. اليوم ظهر لي قطر ولات موديل، ولات الناس تستنى باش تمشي لقطر باش تحضر كاس العالم، على خاطر اللي باش يصير في قطر ما صارش حتى في اوروبا، ما صارش حتى في البلدان اللي تعتقد نفسها انها متقدمه بارابور العرب. اليوم الامكانيات اللي تحطت في قطر امكانيات كبيره رهيبه باش تخلي اليوم العرب راه وقت اللي عنا من الفكر وعنا من الدرايه اللي نجموا ننظموا اعلى البطولات، ومنها كاس العالم ظهر لي قطر باش تكون موديل اللي يفتخروا به كل العرب. واليوم زاد كيف كيف اليوم شفنا معناتها التنافس هذا شريف، اللي اليوم تشوف الامارات زاد من روحها انها تحب تشارك، هذه كل واحد يجبد روحه، وهذا منافسه معناتها هامه برشا تخلي. هناك حديث على ايضا على انه الامارات ممكن تنظم كاس العالم في سنه 2030 بالاشتراك مع اسرائيل. لولي عاد الخليج برافو، عمل قفزة خاصة بعد عملية التطبيع اللي صارت، يعني قفزة نوعية كبيرة برشا، وهذا فخر للعرب بصراحة. شوفوا الخليج معناها اليوم يحتضن في أكبر تظاهرات عالمية، معناها هذا يدل على الناس خدمت على روحها، الناس وفرت. عبد المجيد ما جاوبتنيش على السؤال، هربت عملتي مراوغة نتاع مهاجم معناها
خبيث في الدزويت. لا تتبكل عليك. أنا قاعد نتجاوب مع اللي يقول. لا أتجاوب مع سؤال متاعي. سؤال سؤال عبد شو اسمه الإمام يقول يعطيني أنا نحكي عليه. أنا قلت أنا نصر أن عبد المجيد هو اللي يحكي عن الموضوع هذا. يعني ترى ممكن دولة عربية تنظم كأس العالم مع إسرائيل مع الكيان المحتل. هو توا راهو شو الانفتاح صار مع اسرائيل. ما تشوف المغرب انت اليوم كيفاش معناها تبادل الثقافات تبادل الاقتصاد تحلت الاشياء هذوما. لا مستعد باش يطبع. لا 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 اسمع شوف شوف احنا شوف احنا وقت مشيو نتاعنا الرياضيين نتاعنا يلعبوا ويتيحوا مع سيهنا ما تحسش اللي فما الدوله تكلمت في الموضوع ذاك تخلي الرياضي يدبر راسه. كان العب ما انت كان لعبش يتعاقب كان لعب انه اللي يلوم عليه. خلينا نتكلموا الحقيقه اليوم الناس كلها اعترفت باسرائيل نحبوا ولا ما نحبوش. اليوم المغرب كي عامل نحبوش لا لا هذه حقيقه هذه حقيقه. غدوه كي اسرائيل باش تجي تعمل مع الامارات والامارات تقبل يظل بس يصير كاس العالم باش احنا ممكن احنا كتوانسه نرفضوا الشيء هذا. مش هذا سؤال غدوه كان اسرائيل معناها تنظم ويترشحوا المنتخبات العربيه مشي ولا يشاركوا كلهم؟ ايوه هذا هو هذا هو السؤال يشاركوا الكل الناس كل شيء. سؤال قلت لك ما نحكيوش مع بعضنا زين الجزائر ما تشاركش حتى تونس ما تشاركش. انا ما تعرفش تصفيات ايش بيه مش مشكل يتعاقب يتعاقب هذا خلوه يقول لك انت اليوم معناها ما تلعبش تعاقب. انا نشوف انا نتكلم مازال بكري عليها لحكي. نتكلم على موديل موديل بحذانا توقع التداول فيها حتى اعلاميا طرحت كل شيء ممكن نشوف المغرب في تونس واضحه نصور. علاش رجعتي للمغرب برشا مرات؟ هذه حقيقه تصور في تونس واضحه الامور عادل في سي عبد المجيد في تونس واضحه الشعب التونسي احنا رافضين احنا رافضين لكن احنا نتكلموا اليوم على الاغلبيه امور احنا رافضين باسم الشعب الكل احنا رافضين اكيد احنا رافضين. اما كي تجي على الارض الواقع وقت تصير المسابقه هذيا الناس كلش بتشارك. هو على كل حال حتى التونسي يحمل يعني القضيه الفلسطينيه في قلبه وفي وجدانه وفي مخه يرفض انه حتى المنتخب التونسي باش يكون موجود في تظاهرات هكا لانه في نهايه الامر وقت بتمشي اسرائيل تلعب حتى كاس العالم باش يكون خيانه واعتراف بالعدو واعتراف يعني بالاحتلال وبالمحتل اللي قاعد معناها ربما واحد من ابشع انواع الاحتلال اللي شهدتها البشريه في تاريخها. نعود اكيد الى اجواء المباريات ومباريات العوده. اليوم حكينا البارح على رابطه الابطال في علاقه بمباراتي الترجي والنجم الرياضي الساحلي. النجم تعادل هدف مقابل هدف والترجي في ليبيا بصفر من الجهتين. نحكي في تقديم لمباراه النجم الساحلي والجيش الرواندي عزيز جباري وايمن الهدري في هذا التقرير. النجم الساحلي الجيش الرواندي مواجهة إفريقية لحساب الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدوري مجموعات أغلى الكؤوس الإفريقية. بعد مردود مميز في رواندا بالذات والعودة بتعادل إيجابي 1-1 النجم الساحلي داخل قواعده يهدف لضمان بطاقة التأهل ومواصلة المغامرة الإفريقية. منافس ليتوال أظهر أنه فريق يفرض الاحترام مجموعة متناغمة فنيا وبدنيا تملك عديد العناصر القادرة على صنع الفارق والمباغ. كتيبة الكوتش لسعد الدريدي تملك كل المقومات لإنجاح المهمة الإفريقية. المطلوب تسجيل الأهداف والمحافظة على عذارة شباك الحارس علي جمل. جميع الظروف متوفرة لفريق جوهرة الساحل لدخول مرحلة المجموعات. الخطوة الأولى نحو إعادة المجد القاري تمر عبر تجاوز عقبة الجيش الرواندي، والأكيد أنه الجميع يتمنى للنجمة الساحلية أن تصدع في سماء الكرة الإفريقية. إذن النجم الساحلي يستضيف طبعا فريق الجيش الرواندي بعد ما تعادل بهدف من الجهتين والمباراة يبدو في المتناول. لكن زياد كل مقابلة عند حقيقتها وكل منافس لابد من احترامه طالما هناك 90 دقيقة أخرى. صحيح عادل وسمعت تفرجت البارح وسمعت السيدق معناها حكاية لونغمون في الموضوع وكل شيء. يعني منحبش نكون جازم ومنحبش نحكي على خاطر المقابلة الأولى دي في الموسم. مقابلة الأولى في الموسم بعد أربع شهور راحة
يعني كان باش نشكر باش نغلط وكان باش نذم باش نغلط، لكن الحاجه اللي واضحه اللي هي ما فماش هارموني في الجو نتاعنا، فماش هارموني، فماش كومبليمونتاريتي ما بين في الديفونس زي من نتاعنا يا زياد النجم الساحلي. اي علاش علاش الساحلي نتاعنا الناس كل يوم تو نتاعنا الناس كل يعني خلينا نحيو الكاسكيت نتاع الجمعيات على الاقل باش تبدا فما اكيليبر وتوازن في الساحلي. ما نجمش انا غالب سي بي فور كو ما نجمش ولكن من الثالث النجم الساحلي حاول معناها الهارموني معناها في اللاكس سنترال ما بين النوالي واللاكسيال اللي معاه المصمودي والمصمودي ولا في وسط التيران معناها بوخنشوش وبعي وكل شيء، يعني ما فماش كومبليمونتاريتي ما فماش هارموني، مازلنا ما نعرفوش كيفاش نلعبوا معناها ما فماش باس وشانجمون دو معناها شانجمون نتاع البلايص ماناش نلعبوا كومون ايكيب. معناها الدونجي الوحيد اللي يجي من طيب الميزاني هو لون فور من عام ناول، معناها ليكيب ماهيش قاعده تكربور ماهيش قاعده تتحسن سور لو بلون معناها سور لو بلون سور لو بلون تكنيك سور لو بلون كوليكتيف. يعني تو مازلت نتسائل معناها النوالي ما ينجمش يكون اكسيال، ما ينجمش يكون اكسيال النوالي. النوالي كي تسالو انت تقول وين تحب تلعب اكسونتري ولا اكسيال تقول لك انا نلعب اكسونتري. النوالي سي ان جوور معناها اللي كان فورمي اكسونتري، فما في دي بوست عادل كيما ستوبر ولا الاتاكون كيما اتاكون، معناها تبدا انت حياتك كامله تلعب انت في وسط التيران وبعد يحطوك اتاكون، فما دي زابيل فما كيفاش تلعب بظهرك فما حوايج فيس نتاع البوست هذاك ما تنجمش تطلعو، فما كل الاجريسيفيتي والبلاسمون والواحد نتاع الديفونسور. النوالي بعد ساعات ما فماش منهم هذوما، يعني نحب شوي تري كوريو كيما قلت نحب نشوف ليكيب كيفاش تلعب مع بعضها في الماتش جايين. عملناه وشفنا يعني ما لعبناش كايكيب سنة كيف في المقابلة هذه، ولو أنه مقابلة مثلا ما تنجمش تعطينا المقابلة الأولى وما نحبش نكون ظالم سورتو ليفيكتيف صار برشا ريكروتمونات اللي زاد ما نحبش نحكم عليهم ما نحبش نقول زاد ريكروتمونات طياره ولا باش نقول معناها عندنا ايفيكتيف ريش ولا لا، نحب ناخذ وقتي في عقلي ما نظلمش الملاعبيه ما نظلمش بونغونغا ما نظلمش بوتماني نستنى فيه يعني لحد الان خاطر ورا اللي هو عنده ان ديامون بروت معناها موهبه ماهيش مسقوله لكن نستناو فيه وقتاش يعطينا لو بلوس مش قاعد يمركي مش قاعد يعطي باس ديسيزيف كيما طيب المزياني بونغونغا ما شفناش معناها الا با معناها ما كانش رزين على ليكيب ادفيرس معناها كان جاي رزين على ليكيب ادفيرس مع لي فور اللي يعمل فيه المزياني راهو يمكن النتيجه وفات اكثر سكور كيف معناها بن عيادة على اليمين يعني بالنسبة لي سان ستوبر أدروات بن عيادة سان ستوبر أدروات ما عندوش الفيتيس اللي باش يجي من الدار يصير نومبر معناها آخر مرة عمل وصل للخط نتاع الكورنير وعمل باسون روتري بن عيادة وقتاش شوف أنت كشريدك قداش من سونتراج يعمل لك في الماتش هكاك شوف النقيس قداش من سونتراج يعمل لك هكاك بن عيادة ما يوصلش خاطر ما عندوش الفيتيس باش نجم يلعب على اليمين معناها أنا كي نشوف أري دروا وأري رغوز دو إترونجي في ليتوال فما مشكل والاكسيال اترونجي فما مشكل ليتوال نورمالمون ولادنا هذوما يكونوا معناها فورمين في الكلوب يعني كي نجيب اترونجي القدام باش يعطيني لو بلوس فهمت معناها هيك علاش نحب نقول معناها فما برشا خدمه ما نحبش نكون معناها سلبي وما نحبش نكون ايجابي جمعيه معناها نتيجه واحد واحد مع منافس شفنا كي تخي تكنيك فيف رابيد كما قال الصادق البارح وتبعته بالكدا صحيح جوارات كوارجيه يخوفوا في الرتور لازم نردوا بالنا لكن عندنا نحن من الخبره اللازمه اللي باش تخلينا معناها نترشحوا لكن لازم نحسنوا من ناحيه الكاليتي جو نتاعنا ناقصه برشا. واضح اسامه شو تنجم تضيف؟ اللي قالوا زياد بون صحيح زياد قريب للاتوال زياد يمكن فيو الكاليتي الموجوده في الاتوال توا يطلب منهم اكثر هذا معقول وعادي في نادي كبير. انا نقول بون حسب المباراه اللي تفرجنا فيها ونحكي على ماتش الروتور نتصور الاتوال باش تتعدى باذن الله فيو الكاليتي الموجوده بقى بعد اللي يحكي عليه زياد هو الاوتوماتيزم وكل واحد في البوست نتاعه يمكن زياد يمكن اخر الموسم عم ناول يمكن المشاكل اللي سمعناها في الهيئه ورئيس ماشي رئيس قاعد يمكن فما مشاكل تاع خلاصات التيران زاد راهو عنده دور تيران تاع حمام سوسه سي با تيران تاع سوسه الكبير اللي لاعب اللي كذا نذكر انا عم ناول فان سيزون عدد فان سيزون محترمه ليتوال مي افيك سا برشا جمعيات جات وقفت يعني بوتا ما لعبوش مع ليتوال في سوسا كوا باش تشوف انت بوتمان انا نعرف طفل بوتمان الى بوكو دو كاليتي ان شاء الله يعني بالليتوال تو يجا التيران الجديد نتاعها يرجع وقت تولي البلوز باهيه وتولي نحب اسامه نشوف البروغريسيون في الجو نحب نشوف ايكيب معناها ايكيب صحيحه ايكيب قويه ايكيب تلعب على اليمين على اليسار دون لاكس
بيفويت نتاعنا يشدوا الكره ما فماش مثلا مش عندي بوخانشوش برك قدام الديفونس ولا نجاك مبيم ديفونس ودافع دافع نو نحب جو كونستروي جو معناها هذا الكل زياده هذا الكل نحب نشوفه ماني في ليتوال انا باللاعبين اللي عندي يعني نحب نراهم ليتوال ما ربحنا وما فزنا وما هزنا تترويد كان كي شدينا الادفيرسير ونلعبوا بريسي وعندكم وقت ليبوك ليبوك وقتها فما 40 50% ولاد النادي متكونين يعرفوا بعضهم تو اللي نشوفه في ليتوال بين عمنا والوسنا ما شاء الله قداش من ريكروتمون ناس جدد ناس مازالت مش كما نقولوا فيها ما تبعوش على بعضهم يمكن بالوقت ان شاء الله الكاليتي موجوده سوكي يسير الكاليتي موجوده في ليتوال ابقى الاوتوماتيزم من حقك يعني زياد جمعيتك اللي تحب تفرج وتربح ولا وسورتو فما الكاليتي انا فما الكاليتي بون الكاليتي ما نحبش جومي لا بريسون على الملاعبيه لكن كي تشوف فما الكاليتي خير ما فما في تونس ما فهمت فما الكاليتي خير ما فما معناها كي تشوف تحط الافكتيف تاع ليتوال من احسن الافكتيف بارابور للاربع جمعيات الكبار فهمتني لكن خويا سور لو بلان معناها روندمون تكوير كره مانيش الرافي انا نتصور مع الهيئه الجديده مع الجو الجديد الباهي هذا اللي في ليتوال سنين نتصور ان شاء الله ومع التيران يحضر كما تعرف زياده راهو البلوز مش كما تلعب في رادس كما تلعب عندك مش كيف كيف ما فماش تيران سنين ما فماش تيران نرجع للموضوع نتاع التيران اكيد مشكل اخر موجود بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي ومعضله اخرى بالنسبه لفريق يلعب مباريات ربيت الابطال خارج ميدانه حبيت نضيف حاجه اكيد كلامنا البارح فرامو كي حكينا على اللاعبين الجزائريين ومعناها على وكيل اعمالهم شكاوا اليوم معناها نقعدوا بهتين كيفاش لاعبين جزائريين توا زياد تكنيكمون كان يحكي ما يزيدوا حتى شيء على لاعبين تو بن عيادة سامحني بن عيادة مع كل احترامات يلعب في اللاكس عمل له غلط عمل برشا غلط تو انت كي قلت لي شكاي تو معناها باش تزيد تهبل اللي شكاي هو بوتمان اللي تحكي عليه انت تو انت مثلا شنو بوتمان وزردو تو بن عيادة شنو البلوس تاعته ولا زردو ما مركه حتى بونتو علاش تشكي بينا تو بن عيادة في اللاكس في اللاكس عمل برشا غلط اللي لون اللي با رابيد لما سيران كوتي يضرب البلاريتي خاني جايبه مش يضرب البلاريتي لا جايبه البلاريتي 4 سنين على البلاريتي اي جايبه بربي جمال هو جايبه مش يضرب بربي خليه يتكلم جمال بربي خليه يتكلم لا ولا ماذا بيتكلم جمال خاطر تو تحكي على ذا اللي شكابيك يا اخي انتم علاش تعملوا له في كونترا كيما مش مقتنع بيه السابقه عملت له من 6 شهور تالي وما خلصش وتوسع معناها عندي الملاعبي اللي يشكي يولي معناها خاطر ما عادش عادي روندمون تجبد له روندمون تجبد له برشا حاجات دونك انا نتصور اللي ليتوال انت تحكي زياد ما تعنيش البلوس زياد ما تعنيش البلوس انت تحكي على 5 سنين التالي ما نحطوش بن عيادة اني على اليمين يلعب ما نحطوش يلعب على اليمين زياد شنو هي الكاليتي تلعب على اليمين انت تحكي في بيريو انت اللي عنده باش يلعب على اليمين زياد ذنب هو ذنب اللي جابه انت تحكي على البريود تاع ليتوال نتاع بونجاح وباك ليكيب هذيك قعدت في مخك هذيك زياد اليوم ما عادش فما اليوم بونجاح الزيرية كل بريسك الأغربية الزيرية الكبار كلهم يلعبوا في خارج برشا يعني برشا ثمانية أما لكن اليوم اللي برشا ثمانية برشا ثمانية الزيرية في جمعية علاش تشري وقت انتم عندكم مشاكل مع احتراماتي مع جوار اسمه لاتاكون اللي سميته تو راهو جا صغير كبر في ليتوال على بونجاح جا صغير مونتون صغير جا مونتون صغير واسم صغير مي كبر في ليتوال هذا اللي حاب يقوله زياد يعني انت تو جاي يعني فما موان دا زاد تو اسمه قداش عمره اللي تحكيوا عليه لاكسيال 24 مصمود ياكسيال وبن عيادة ريد روا اما راهو بن عيادة بن عيادة بن عيادة مش صغير في العمر 25 ريد روا ريد روا ريد روا ما يوصلليش للكورنير باش يعطيني باس روتري ريد روا اذا كيفاش يجيك يعمل لي في سوربريز هو اكثر 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 كوره كي وين ياخذها في سيقه في شطره تيرا علاش على خاطر ما يطلبش على خاطر نحن اون دومي لادفيرسير بطبيعه الحال باش ياخذها هو ستاتيك شنو يعمل باش ياخذها هو ستاتيك يا باش يعطي باس يا باش يسنتر بحكم هو عنده انتيريور باهي اما ما يجينيش من تالي بالفيتاس كي يشري داون النقاس ما ننساوش الناس كل راهو لاعب دولي جزائري واضح نقطه الى يلعب تيتولير سامحني يلعب في السيستم تاع النجم الحالي مازال ما عطاش معناه وين ينجم يلعب ما ينجم يلعب في تروس انكدو بالقدازي نبدل تكتيك تاع الجمعيه على خاطر ستوبر ولا خاطر دروا نكملوا طبعا مع بقيه المباريات لكن قبل هذا مكالمه هاتفيه جينا من توفيق القاصر الناطق الرسمي لاتحاد تطاوين قالوا لي عنده لوم على البرنامج قلنا مش لازم نعدي وكان مهدي بطبوط باش يشكر البرنامج إذا فما ملاحظات وانتقادات نرحب بها طبعا بكل سرور سي توفيق أهلا وسهلا ومرحبا
أهلا وسهلا، مرحبا بك خويا عادل، مرحبا بكل السادة الحضور وكذلك النظر الكرام. مولدك مبروك، تفضل لك الكلمة. عايش خويا عادل، بارك الله فيك. والله حبيت أتدخل في بخصوص الكلام خاصة اللي قاله أخونا ناصر. نعم. على الهيكلة، على الهيكلة وعلى الاستراتيجية اللي مفقودة في اتحاد التطاوين وانتدابات الكبيرة اللي يعمل فيها. مفروض على الأقل يعني ككرونيكير يحضر ديما على الأقل وقت اللي يجي باش يتكلم، مثال شهز التليفون وإحنا لازمته كهيئة مديرة ياخذ فكرة، فماش استراتيجية فماش برنامج في اتحاد التطاوين، ومن ثم نجم يعطي الإضافة متاعها في البلاتو. خطر الهيكل اللي يحكي عليها والاستراتيجية مفروض يعرف كون احنا من سنتين وكنا نشرنا هذا حتى في الصفحة الرسمية بتاع النادي، انه دخلنا في برنامج على مدى سنتين تجديد كامل للفريق، فريق لكابر. نعم. وممكن هو ممكن لاحظ الشيء هذا، ان عملنا انتدابات طويلة المدى. ممكن هو يظن انه الانتدابات نتاعنا كثيره وسنه ولا بنص سنه، جبنا التوج، جبنا ابو عبيد، غسان خلفه، الهمامي، فرات سلطاني، محمد مبايي. يا سي توفيق من عاش من جتو ناصر، خليه يتفاعل معك على المباشر، لكن اعتقد انه يحكي على الاستراتيجيه على مستوى التكوين القاعدي، اللاعبين الشبان باش يطلعوا للسنيور، ماهيش انتدابات، هي استراتيجيه اعتقد ظرفيه في علاقه بالتكوين. خوي عادل معك، لا معك الناصر يتفاعل معك. ما يسالش، خلينا نحب نكمل الفكره نتاعو خاطر كيفاش نجاوب. سامحني خوي ناصر، فريقي من اتحاد التطاوين مش مطلوب منه ظهر لي باش يطلع للكيب سينيور في سنه واحده اكثر من زوز لاعبين، كما ياسين بوعبيد 5 سنوات اللي هو اساسي اليوم، وغسان خلفه اللي هو اساسي في فريق اكابر في 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 قسم الاحتراف. يعني اتحاد التطاوين ما ظهر لنا الفرق الكبرى في تونس ماهيش قاعده اليوم تخرج في اكثر من لاعب كل سنه باش يلعب في الكيب سينيور والناس كلها تنتدب. يعني مانيش مطالب باش نطلع 5 ملاعبيه من الجون كل سنه باش نولي عندي استراتيجيه. يعطيك الصحة سي توفيق، ووصلت الفكرة. كان عندك بعض الملاحظات ولا المؤاخذات؟ تفضل وخلي بعد الملاحظات فقط بركة، معناها ماذا بين الكرونيكير اللي يكون موجود يكون محايد شوي، ما شافوش الماتش الأولاد، ما شافوش أنه اتحاد التطاوين كان مسيطر على اللقاء أمس، ضيعنا أكثر من 5 ولا 6 فرص على مدى المقابلة الكل. بوه بنزرت يحكوا عليها ربما ما نعرفش علاش، بوه عندها ظروف خاصة ممكن متعاطفين معها، أوكي الناس كل متعاطفة مع بنزرت وأصحابنا وخيانا، لكن المريت نتاع اتحاد التطاوين امس كان واضح، للاسف ما تعدتش المقابله في التلفزه، لكن على الاقل ناخذوا فكره من اي طرف، فما الاعلام موجود، فما الراديوات موجوده، باش كي نتكلموا على اتحاد التطاوين ولا اي فريق نعطوه حقه. شكرا. مش لازم نكونوا عندنا اصدقاء يعني غادي باش ناخذوا حقوق. لا ماهوش عندك اصدقاء، عندك محللين تبارك الله، معناها حابين يكونوا على بينه مما يحدث في تطاوين، خاصه على مستوى الوضعيه نتاع الفريق، وايضا اشدنا بهذا الانتصار، لكن وقت اللي فما فريق ما ترناش وما عندوش تربصات وما عندوش رئيس نادي وما عندوش اموال باش يشري حتى كسكوت الملاعبيه، في بعض الاحيان بعض الاحداث تفرض نفسها في علاقه بالمباريات. الف مبروك اتحاد التطاوين الانتصار عن جدار واستحقاق. تعقيب من عندك انت بسرعه. والله ماذا بيه مازال معنا ولا علق؟ لا علاش نقول لا؟ فما حاجه اللي مهمه برشا اليوم، حبيت نحكي على اتحاد التطاوين وماذا بيه كان يكون موجود معنا في السنوات الاخرانيه. كل عام قداش ينتدب من لاعب في الموسم واحد؟ اليوم وقت اللي نحكيوا على استراتيجيه وتعمل 13 الانتداب في موسم واحد، العام اللي قبله يجي 17 ولا العام اللي قبله يجي 15، ما تجيبش تحكي لي استراتيجيه، اللهم تحكي على كره اخرى ولا جمعيه اخرى، هذيك انت حر. اليوم راهو احنا نقدروا اتحاد التطاوين والمجهودات اللي قاعده تصير، وانا نعرف حتى من منطلق انه حمادي الدور انا غادي وحكي لي شويه وضعيه اتحاد التطاوين اللي فريمون نتذكر انا في موسم واحد خرجوا يجي 17 ملاعب. واضح وصلت الصورة، وأكيد أعطيناه الفرصة باش يعبر على رأيه وربما يوضح بعض النقاط، والاختلاف دائما وأبدا رحمة بين الجميع. تقديم الآن مباراة الترجي الرياضي والاتحاد الليبي. الترجي خاصة في الشوط الثاني البارح قدم مقابلة كبيرة، لكن مر بجانب الانتصار. إن شاء الله يترشح في مباراة العودة عصام زيداوي ووليد الرياحي في هذا التقرير. الديربي العربي بين الاتحاد الليبي والترجي الرياضي لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية انتهى بالتعادل السلبي على ملعب شهداء بنينة ببنغازي.
مواجهة أولى في مرحلة الإقصائيات كان فيها ممثل كرة القدم التونسي الأفضل خاصة في 45 دقيقة الثانية وين حضرت الفرص وغابت الأهداف. البارح تشكيلة الترجي عرفت عودة كوليبالي لوسط الميدان وتوغاي للخط الخلف. المدرب رادج عايدي في أولى مبارياته الإفريقية مع الأحمر والأصفر يعتمد على خطة 3-5-2 في مواجهة الفريق الليبي. فريق باب سويقة بعد 45 دقيقة أولى متوازنة تعرف خلالها على طريقة لعب المنافس نجح في الشوط الثاني من السيطرة على زملاء التونسي غازي العيادي اللي نقص أدائهم البدني مع مرور الوقت. الترجي تحكم في اللعب في وسط الميدان وخلق الفرص لكن القائم كان إلى جانب الاتحاد الليبي في أكثر من مرة. شوط أول في ليبيا تعتبر نتيجة إيجابية لممثل كرة القدم التونسي لكن كان بالإمكان أحسن مما كان. 0-0 نتيجة فخ تفرض على فريق باب سويقة التسجيل وعدم قبول الأهداف في لقاء العودة. معادلة صعبة لكن غير مستحيلة على فريق باب سويقة صاحب الخبرة الإفريقية الكبير. والله القايم معانا يا شباب اليوم. في ملعب رادس نهار الأحد القادم زملاء بن شريفية مطالبين بالنجاعة الهجومية وعدم إهدار الفرص. في نفس الوقت ويجب عليهم الحذر من المنافس اللي باش يلعب دون ضغوطات من أجل إحداث المفاجأة. بالنظر إلى المواجهة الأولى الترجي يعتبر أفضل من منافسه على كل الوجهات. على الورق أبناء الجعايدي الأجدر بالتأهل لدور المجموعات مواصلة المشوار الإفريقي لكن عادة ما تكون الدربيات العربية معقدة وترفض التكهني ليبقى الميدان هو الفيصل في تحديد المتأهل. الشيء اللي يفرض على ممثل كرة القدم التونسية الجاهزية الذهنية والفنية والبدنية حتى تكون النهاية إيجابية. مباراة العودة في ملعب حمادي العقربي برادس الأحد القادم. طبعا نسأل جمال إمام على نسخة راضي الجعادي في رابطة الأبطال بالنسبة للترجي الرياضي مقارنة بنسخة طبعا معين الشعباني ومجدي تراوي. والله بالنسبة لراضي الحق بكل صراحة معنا خذ الفريق جاب خطة جديدة وثلاثة يلعب من الدفاع. الترجي مش متعود يلعب بالخطة هذه لكن فما حاجة مهمة وقت اليوم مش تدخل بعقلية أخرى واحترافية أخرى خاطر راضي بريسك عايش لو ماكسيموم البرة دونك إن شاء الله تتماشى معاه الأفكار متاعه ويزرحهم ويطبقهم اللاعبين وخاصة اليوم الترجي الرياضي يعني باش نحكي شوية على المباراة تاع المباراة تاع الاتحاد الليبي. الترجي الرياضي اليوم تشوف البارح ملقاش روحه يعني في النص ساعه الاولانيه نتاع المباراه يعني قاد دي ديفيكولتي لكن وقت اللي خذاو بزمام الامور ومشاو بريسيو الفوق واحد كل شيء لقاو برشا معناها تجاوب معاه رجع للثوابت نتاعو يعني فوالا فهمت. دونك فما حاجه مهمه اليوم وقت باش تلعب ثلاثه ولا لازم معاك زوز يعني زوز ظاهرين يكونوا يعني عندهم نزعة هجومية. الترجي الرياضي يعني الشوط الثاني كان ممتاز جدا حق كل صراحة. فاجأني اللاعب النيجيري يعني عنده إمكانيات كبيرة لكن غالطين فيه يلعبوا فيه في المكان هذاك يجيم يكون يعني يلعب في الكلوار. الترجي الرياضي تنقصوا راس حربة يعني كلاسيكي باش يجيم يكون خاطر الترجي الرياضي عوضنا معناها عودنا بملاعبي معناها راس حربة يكون القدام باش تركزوا عليه وزيد تنقصها شويه الترجي الرياضي فيما يخص يعني وسط الميدان هجومي يعني اللي هو باش يكون يعني صانع العاب. شفناش اليوم صانع العاب في الترجي الرياضي وقت اليوم الترجي الرياضي كان عنده ديما موجودين اللاعبين في صانع العاب في الترجي الرياضي. تصور ان الترجي الرياضي ماشي في ثنيه صحيحه ممكن مباراه الاياب باش يكونوا باش تعداو يعني بسهوله بقول ربي فهمت باش تعداو بسهوله. انا نرفض ان كلمه باش تعداو بسهوله لانه في المقابله يعني صعيبه دائما يبقى دربي وشفنا مباراه عمناول مع تقريبا الفريق الليبي ايضا اهلي الليبي كانت صعوبه كبيره قاع الترجي الرياضي. كيفاش ينجم يكون الترجي جاهز كما يجب ويحتاط خاصه من المفاجات في مثل هكذا مواجهات؟ هو على ضوء المقابله اللي شفناها الترجي خلق ثلاثه فرص معناها تقريبا ناسين بن خليفه في الشوط الاول ثم كورتين على معناها تقريبا كان يستحق باش يسجل الترجي التونسي ما جاش الهدف ما قبلش هدف اكيد المعادله باش تكون معناها صعيبه. الترجي اول حاجه لازم يلعب توازن معناها
ما يندفعش برشا باش يسجل من الاول ويخلي مساحات خاطر الفريق لاخر شفنا عندنا سيتو لاعب يوسف كارا سريع. اليوم فما بروغيسيون بارابور للماتش الاولاني تلعب بالترجي والثاني والثالث تهز الشوط الثاني لسبيرونس خذات الاوروبيان نتاعها سيتو على البلان فيزيك. هذه الخدمه اللي عملها ربما جعايدي من اللي جاء حتى الريتم على الملعبيه معناتها ولا راني فيهم بنسق ممكن اقوى من قبل. لقينا الريتم تاع الزيميتون تقريبا فريق المنافس وقف في التيران ما عداش السونتر الترجي معناتها ضغط وكان يسحق باش يسجل. الروتور بالطبع باش تكون معناتها مو سهل الترجي لازم ياخذ حذره. اليوم نحب حاجه نتكلم نقطه هامه برشا جمال. صحيح مدرب كل واحد عنده افكاره شفنا معين يلعب 4-3-3 اليوم مش عادي حب يلعب 3-5-2 شاف اللي البروفيل دي جوار اللي عنده يجمو يتمشاو مع الـ مع الـ مع الخطه نتاعو لكن النقائص تتعالج. لو شفنا الوليد حب يجعل من اللاعب العرفاوي اكسونتي دروا وبن حميده على اليسار هذوما لازم تكون عندهم النزعه. الترجي التونسي كان جاء عنده كليتون وطارق ثابت بالسيستم هذايا يلعب عينيه مغمضه خاطر دي جوار دو كولوار معناها ياخذوا الكولوار ويمشيوا قدام ويسنتروا وكما قال قبيل كزياد شحاش بيه رير كما يطلع ليش ويسنتر لها معناتها قريب هذا حق. اليوم جبد على نقطة صانع لعب تقريبا صانع لعب ما عادش موجود نقصت اليوم في كرة القدم ولاو بريسك لي جوار دو ميليو حتى ما عادش نتكلموا حتى بيفو لو بيفو ولا يجم يتقدم ويجم يصنع اللعب ويجم يسجل كل شيء. شنو هو اللي ممكن نقص الترجي هو هذيك البات تكنيك اللي كانت عند بن غيث. بن غيث كان في ميليو تيرا التونديم مع محمد علي بن رمضان كانوا زوز معناتها يتفاهموا منسجمين كانوا معناتها يخلقوا برشا فرص وكانوا ديما كيطلعوا معناتها واحد مع واحد. هذاك اليوم ممكن تفقد. جبت نقطه هامه سيبيري ليسبيرونس نقصها اليوم انا فونسون دو ميتي يلعب في الصندوق ممكن موسى كوناتي عنده البروفيل بهذا اي ولا شفناه في الدوزيام ماتش سعد مجيد العالم كامل لو جرى التكوير ولا اكزاكتومون العالم مش ترخاء مش ساهل العالم كامل لو جرى التكوير اي ولا جبد عليه البروفيل نتاع ايرام ولا نتاع نيان موسى كوناتي عنده البروفيل شفته في زونتيمون نتاعه وتحس به سي ان جوار بون احنا مازلنا ما شفناهاش باش نرجع لكلام بكري ناصر الكره كي توقف الكره تحس الكره عكسها شويه في وسط الميدان مش ماشيه معاك قايم ماكش لاقي الروبير ماكش لاقي نمرو 10 اللي يعطيك الباس في الاسباس ريدوي. ترجي معروفه برشا قبل باللي بالاريتي ولي كورنير قداش عندنا ما ريناش ترجي ماركات ركنيه صحيح معناها ترجي قبل يطلعوا يدوز اري سونترو ويطلع البيفو ويطلع لافون سونتر ويطلع ايفونتويلمون اللي يبداو 5 متر و85 متر و90 وتمركي معناها كورنير صحيح ناصر ولا انا برشا ما ريناش ترجي ماركات سور بالاريتي. سعد بقير كان يشوت سعد بقير كان عندك البروفيل دي جوار اللي زاد سي لو بلون معناتها وقت يجي لي كورنان يطلعوا يماركيو نقصوا في الترجي. اليوم نقطه هامه جبد عليها اي ولا شفناه ضد مستير معناتها وقت لعب معناتها ضد سي سي اس لعب على اليسار كان مخطر وكان رابيد وخلق ممكن باش يعمل مشكل للهوني اللي عنده مده ومعناتها مش موجود في الترجي التونسي تقريبا 18 روندمون الناس كلها تستنى منه ممكن باش يولي كونكورونس كبير للهوني افيك موسى كوناتي. شنو هو اللي قعد لو كوتي دروا البدري اللي كنا نستناو منه عمناوي باش يقدم مستوى كبير ما قدموش الكوتي دروا تحس في الاسبيرونس ما فماش الجوار هذاك دو كولوار اللي يجي معطيك لو بلوس. نحكي على مباراه العوده كيما قلت لك مباراه ديما تقعد صعيبه الترجي لازم ياخذ حذره مي سيتو قلت كيما يلعب بالتوازن معناها بالتوازن ما يجموش يمشي باش يمركي من الاول ويخلي ديسباس خاطر الاخرى معناتها اذا تمركي لك بونتو لا قدر الله تاخذ ثقه وتصعب المقابله. لكن الترجي حسب رايي انا على الفرص اللي خلقهم وعلى النسق اللي فرضه في الزيميتون على الفريق المنافس قادر باش يتعدى بالخبره نتاعو قادر باش يتعدى. تفضل استاذك نكمل معاك. لازم الترجي كيما كمل كونتر الاتحاد الليبي كيما يبدا كونتر الاتحاد الليبي في العوده ما لازموش يضيع وقت في نتاع الشوط الاولاني اللي عملوا في ليبيا ولازم يدخل افيك معناها يدخل بالافكار نتاعه واضحه يبريسي عالي برشا ويضغط ويلعب سور ريكوتي ويجيب لي ميم زوكازيون فرص وان شاء الله المره هذه بالتوفيق طبعا ايضا دائما ابدا الانديه التونسيه والترجي الرياضي اللي قادر على التجاوز طبعا فريق الاتحاد الليبي صراحه الفوارق كبيره لكن الثابت المباراه ستكون صعبه ولابد من التعامل بجديه مع هذا المنافس. النادي الصفاقسي
في رحلة الشتاء والصيف. تعادل خسر البارح للأسف شديد بهدف مقابل صفر في نيجيريا مع بايلسا يونايتد النيجيري، فريق يقولوا مغمور ينتمي للقسم الثاني، لكن مع هذا أحدث مفاجأة مدوية أغضبت كثيرا أحباء النادي الصفاقسي. كيف ستكون مباراة العودة؟ عصام زيناوي وليد الرياحي في هذا التقرير. الرحلة الإفريقية للنادي الصفاقسي لم تكن ناجحة هذه المرة، الفريق ينهزم خارج القواعد ضد بايلسا يونايتد في نتيجة مفاجئة للجميع. المتاعب كانت منذ البداية، السياسات في رحلة عادية طويلة إلى نيجيريا قرابة 20 ساعة من تونس فرانكفورت ثم نيجيريا، سفرات ليلية وراق كبير للملاعبي. الفريق يصل لمقر الإقامة بعد يومين تقريبا. يوم المباراة المنافس ما ظهرش بمستوى كبير، لكن نجح في هذا الشباك محمد الهادي قعلول بهدف وحيد خذا به الأسبقية. في المقابل النادي الصفاقسي تفنن في إضاعة الفرص. السي اس اس الخبير بالمسابقات الإفريقية مر بجانب الحدث، مردود محير لعديد الملاعبية وغياب الروح القتالية، أسئلة حيرة الشارع الرياضي. جولة أولى انتهت مع برشا سلبيات، الشيء اللي خلى المسؤولين المتواجدين مع الفريق يجتمعوا مباشرة بعد نهاية المباراة مع الملاعبية والإطار الفني وحملوهم مسؤولية العثر. بمرارة الهزيمة فريق عاصمة الجنوب باش يرجع لصفاقس مرة أخرى عبر رحلة ماراثونية. الفريق من المنتظر يوصل غدوة للأراضي التونسية في حدود منتصف النهار. نقطة سلبية أخرى قد تؤثر على مردود الفريق في مباراة العودة المنتظرة نهار السبت. حسب كواليس الفريق فإن التحضيرات الرسمية اللي باش تبدأ من نهار الأربعاء باش تدور تحت حضور الجمهور ما عدا الحصة التدريبية الأخير، قرار إداري لتحفيز الملاعبي وتحميلهم المسؤولية قبل لقاء الإياب. السي اس اس مطالب على أرضية ميدانه بتجاوز منافسه بفارق الأهداف لضمان التأهل. صحيح ممثل كرة القدم التونسية يمر بظروف صعبة إداريا وفنيا في ظل ضعف الرصيد البشري، لكن الفريق يبقى قادر على المرور لدور المجموعات خاصة أنه المنافس متوسط. التسجيل وقت نص الفرص نقطة يجب استثمارها كأحسن ما يكون، متى أتاحت الفرصة أمام شباك المنافس وتجنب مسلسل إذاعة الفرص كما حصل في الذهاب. من جهة ثانية يجب تحسين الخطوط الدفاعي وعدم المجازفة والتسرع وفرض طريقة اللعب حتى يكون التأهل من نصيب النادي الصفاقسي. طبعا المقابله باش تكون صعبه رغم اللي النادي الصفاقسي قادر وبامكانه تجاوز طبعا منافسه، لكن ثابت انه الرحله كانت شاقه ونقاط استفهام عديده. تحدثنا البارح في جانب كبير من المباراه وفي الاجواء المحيطه بالفريق، شو تجم ضيف ناصر قبل مباراه العوده؟ بون هو اللي مؤكد البارح بعد المباراه يلزم الناس تعرف زاد النادي الصفاقسي وقت اللي سافر نيجيريا ما كانش فما حتى عضو من الهيئه المديره موجود مع الفريق، معناتها كان المدير الاداري سياسي بطار موجود وكان المدير الرياضي سي غازي الغرايري موجودين باستثناء الناس هذوما، معناتها فما حتى عضو من الهيئه المديره ما كان موجود في الرحله هذيا اللي مشات لنيجيريا. هذا ما يؤكد انه البارح معناتها تم اجتماع بعد ما نجمش غازي الغرايري عمل اجتماع مع المدير مع المدرب وايضا باللاعبين. لا اللي صار الاجتماع الاولاني صار مع الملاعبيه باش يحثوهم على المردود والهزيل اللي نجم نقولوا بها معنى الكلمه. النادي الصفاقسي ما كانش في المستوى، النادي الصفاقسي مش مسموح له باش يلعب بالمردود هذاك، مش مسموح له باش يلعب بالعطاء هذاك. النادي الصفاقسي فريق كبير عنده اسمه في افريقيا، عنده تقاليد وعنده جماهير، عنده قاعده جماهيريه وراه، معناتها النادي الصفاقسي اليوم فريق شبح، فريق النادي
النادي الصفاقسي هذا اليوم واقع، وانا متاكد اللي النادي الصفاقسي باش تكون فما رده فعل اليوم. المنافس ماناش نحكيه على منافس من الحجم الثقيل اللي نجموا نتخوفوا نوعا ما من رده الفعل نتاع لاعبيه النادي الصفاقسي ولا الفريق هذا. ما عندوش نقولوا احنا دي تراديسيون كبار في المشاركات الافريقيه اللي باش ينجم يقف في ملعب الطيب مهيري. النادي الصفاقسي قادر باش يترشح في المباراه الجايه اللي باش يقوم بها نهار السبت، لكن النادي الصفاقسي اللي قلقني مش المباراه، قلقني المردود الجماعي والفردي نتاع الملاعبيه اللي بالحق اليوم سمعت المدير الرياضي اللي كان قال اللي النادي الصفاقسي الملاعبيه نتاعو شبح. معناتها وقت اللي يحكي هذا انسان يشرف على الفريق يقول كلام هذا معناتها كلام مخطر، معناتها كلام خطير اللي نجم يخلي اليوم برشا نقاط استفهام موجوده برشا. اليوم زاد سمعت اللي باش يجتمع بالمدرب الايطالي باش يحكي معاه فيما يخص وضعيه الفريق، فيما يخص المردود، فيما يخص الوضعيه هذم. انا شو نقول، انا فما تصويره ما نحبش نعاود نشوفها، ان شاء الله ما نكونش نحضروا لقاله المدرب اللي يمكن قاعده تتخدم ومن بعد نتفاجئ ونلقاو روحنا الوقت ضغط ونلقاو غازي الغرايري يلبس الروتمو يا بتيراني. هذه ماذا بيا ما نشوفهاش، ماذا بيا من ما الاخر صارت في السابق ما نحبش تصير نقولوا احنا المسرحيه اللي حسب اعتقادي تكون انا بلون بي موجود في النادي الصفاقسي. هذا البلون بي موجود، هذا موجود اللي نجم يكون انتداب المدرب هذا باش من بعد ناهلوا ونعطيو الاليات لغازي الغرايري ونجيبوه كالعاده انه نغطيو. لكن ماهيش بدعه صارت قبل، صارت لا صارت مش في نادي الصفاقسي، في عديد الفرق صارت قبل وصارت بطريقه انا حكيتها قبل. صاير عادل باش يبدلوا معناها السبخي، معناها تو السبخي انت تحب معناها الا باش تخسر باش تبدل، معناها انت حاط الخساره حاط لي لونترونور باش يشوف شنو يعمل البلون بي باش تعدل البلون بي. معناها شو السبخي، معناها مش نخمموا هكا كي بدا نخمم كان باش نربح باش نزل تدرويت. معناها كي نحضر ايكيب نحضر لا ميور ايكيب بوسيبل ونحط لو ميور ستاف بوسيبل واحسن امكانيات هيك باش تمشي الكره ليه؟ ونحط الملاعبين اللي باش يلعبوا مع بعضهم بالكدا والمسؤول اللي باش يكون بحذاهم بالكدا ونحط الربح، نحط كان الربح قدام عيني ما نحطش الخساره بلون ا بلون بي ولا. لا انا شو حاجه مهمه سامحني فهمت توا احكي على كل شيء بالبريسك لخص ونصر. فما حاجه مهمه تريز امبورتون اللي المستوى يعني الفريق بصفه عامه يعني شوف الاخطاء منين جايه. يعني مش راهنا نلوموا على اللاعبين، اللاعبين عندهم دور كبير ياسر في الميدان، ولكن شوف لونتوراج شنو معناها، شنو حضرت، شنو يحبوا الهيئه المديره، شنو تحب، شنو طالبه، شنو الاوبجيكتيف نتاعهم، وين نمشيو، هذا هو اهم حاجه. دونك انت اليوم والله تحكي تو على هي. انا نقول لك ما نصورش فما اوبجيكتيف. اي خاطر عادل كي تشوف ما سامحني كي هيئه ما فما حتى حد يمشي بشي مع الفريق، شنو هما ليزومبيسيون، شنو هو الملاعبي رده فعله وقت اللي ما يشوفش فما مسؤول ولا انسان نائب رئيس ولا كورنر للسي اس اس ياكل عليها بوك. بيان سور ينجم ياكل عليها بوك خاطر زياد احنا نحكيو وقت اللي نبدا نحكيو على الفيستير ونحكيو على التاهيل ونحكيو على الامبيونس ونحكيو راه سي تنتو الكره. شكون سامحني وقتاش شفت جمعيه نجحت وقتاش شفت جمعيه نجحت وهي الامبيونس نتاعها خايبه تنجم تجيك مره بالزهر مرتين ثلاثه اما لين لا وين فما انكادرمون، فما ناس واقفه، فما ناس تعرف ايش تعمل، تعرف كيفاش تتوجه، تعرف كيفاش تخدم، راه فما نجاح ما فماش دقازه في الكره. اكيد اكيد ما فما كان الاليات الصحيحه يلزمك تعطيها للفريق نتاعك. الفريق بالقدام بعد خلي تعرف فما اليات صحيحه يلزمك تحطها للفريق نتاعك باش ينجح. كي تبدا كل شيء تبدا تبرمش فيه هذه نعمل هذا قشقش فيه تقعد في التروشيك ما عنده وين يوصلك. اليوم الدقازه في الكوره يلزم الناس اللي حيوه يا خويا اللي يحب يعمل دقازه يمشي يعملها في حاجه. لازم في الكوره لازم قرارات والقرارات صحيحه لازم واضحه واضحه من غير ما فماش لعب من غير ما نقعد خادم في مخي امشي فير لو بيوت. عندي فيك ثقه خليك ما عنديش فيك ثقه خلي انا جبت فلان عندي فيه ثقه يا اخويا باش نحطه فازي اعطيه عندك فيه ثقه قول انا هذا الرجل المناسب للمكان وخرج مسؤوليتك وخرج مسؤوليتك. اليوم مش لازم تقعد تتخبى ورا قراراتك ما تخباش اللي عنده الشجاعه الكافيه في الباهي او في الخايب. وانا نقول لك حاجه المسؤول الصحيح يخرج في وقت الخايب مش في الوقت الباهي خاطر الوقت الباهي
هذا اللي ماليه والناس شايخه بطبيعتها الناس كل فرحان اما المسؤول اللي هو صحيح يخرج في الوقت الخايب ويمد صدره قدام الناس يقول حاجه اذا مربوطه بالجمعيه راهي ما ملك حتى حد اليوم الجمعيه كما يقول زياد وانا الكلمه تعجبني ملك الجماهير نتاعها يا ناصر يا ناصر يجي يقول حاجه اليوم اليوم كي تشوف انت فكرتي خليه يتفاعل معاك خليه يتفاعل معاك تو زياد خليه يتفاعل معاك وجو يتكلم تقول خليه يكمل فكرته اليوم كي تشوف مثلا المشاكل في مدربش لا لا مانيش تريب يزي تريبل تقبل تو يزي دونك مش هذاك الموضوع الموضوع اللي اليوم كي تشوف رئيس النادي مريض ان شاء الله ربي يشفيه هو ربي يشفيه طبعا وقت تشوف انت اليوم تحذير نتاع الفواياج كيفاش كان يعني كيفاش انت تحب تحضر تطلب من اللاعبين ب 18 ساعه يعني نهارين ماشيين في الهواء الناس كيفاش تجم يلعبوا نهار لحد نهار المباراه يكونوا جاهزين يعني فما حاجه مهمه جدا اللي هي اليوم في النادي رادي الصفاقسي اللي الملاعبيه 12 ملاعبي خرج وشنو جبت وشنو انت دبت وشنو تحب شنو الاوبجيكتيف نتاعك كوب دافريك معناها شامبيونا تحب تلعب على الشامبيونا تحب تلعب كوب دافريك تحب تمشي لبعيد مش بالمستوى هذا عادل حتى فرج اللي حكى عليه في الديوان تنحى بالحق والله اللي ملاعب يفرج والله نسيت اللقب نتاعو والله العظيم تنحى ما فهمتش عمنا ولا خاطر في الديوان حكى معنا وقال لنا راه مشيت هو حكى لك انت على فرج اي انا حكى لي محظور عاد ما جيت قبلتيني بالله حكى لي عليه ظل يتنحى باللي في كثير عاد اسمح لنا تسير لو جوغ وجوغ ذاك اخي بحاجه اذا ما فهمش برنامج واضح اجي نعدي روحي باش نربح الماتش هذا كان ربحت الماتش هذا سلكت هكا عندي جمعه العباد مش باش تكلمني مش نسير اوكي جماعه جماعه تقول تفهم برنامج واضح عندي جمعيه في تونس علاش نحكيوا على النادي الصفاقسي كمثال في تونس اجمالا جمعياتنا عندها برامج عندها تخطيط واضح عندها برمجه واضحه كان الجمعيات الكبار معناها كيبداو امورهم وفاهموا عليهم كيبداو معناها الجمعيات الكبار كيبداو معناها امورهم واضحه الجمهور ملتف على جمعيته والناس كل سوليدير مش مقسومين ما فماش صبان فماش كذا فما ناس تفهم وموجوده وكذا تنجم تخطط وكل شيء لكن في الجمعيات الاخرين ما فماش رار رومون ما نظلمش تحقيقا ما نظلمش فرق مستقبل سليمان كي تشوف مع نوعيه الريكروتمون وتشوف الجوارات كيفاش يلعبوا والكيب كيفاش تلعب رجيش ولا اتحاد المنستير تجي ثلاثه جمعيات وبنقردين هذوما تحسهم جمعيات قاعده ماشيه في التيار كيف سنين عملوا لعبة داخل في لا لازم نحكيو بعد عامين وثلاثة صحيح. سليمان تو عنده عامين صحيح. وثلاثة سنين هي ورجيش حاجة في مستوى زياد عايش خويا صراحة اليوم فما حاجة مهمة بعد أخو رئيس فما حاجة مهمة اليوم بالكورة نتاع اليوم الإمكانيات كان ما عندكش إمكانيات ما تنجمش تعمل فريق كبير اليوم رئيس النادي يبدا يعاني ومنا ومشاكل وترى شنو باش تجم تلقى فريق في المستقبل باش تجم تبني عليه اليوم ما فماش امكانيات اليوم كره في العالم الكل مش في تونس بركه في العالم الكل تبدلت اليوم الملاعبيه هما اللي يعملوا الفلوس هما اللي يجيبوا الفلوس اليوم انت وقت اللي تشري تعمل انتدابات كيما تقول انت ناصر قال لك فما ملاعبيه خرجوا ليبر مشاو ليبر باعوش علاش انت اليوم وقت تجي تستثمر في ملاعبي ومن بعد غدوه تمشي تسيبه غراتويتمون هذا سي معناها غلطه كبيره ياسر واليوم انت عندك مشاكل على مستوى الانتدابات يعني عندك عقوبات وزيد تزيد تشري ملاعبين حتى السوق معناها الاختيار مش نتكلم انا نقول حاجات اللي نحسهم انا باش نقولهم تو حتى السوق الاختيارات مثلا في ليتوال كما في راس بالعربي مش نبيعوا يعني ب 400000 يورو ما نبيعوش ب 400000 يورو الحاج محمود ما نبيعوش ما كانت تكون لفه ما نبيعوش خليه يهز لي تيترويت ومن بعد نخليه مرتضى ولا كشريده ما نخليهمش يوصلوا فانت كونترا تو هذوما اربع جوار دو كاليتي يبدلوا لك جمعيه صحيح كان استحفظت عليهم علي اني نجيب نمشي نجيب دي زيترونجي اللي ما نعرفهمش ونلعب عباد مش في البوست نتاعها ونقعد اني نلعب ريير جوش معناها نلعبوا اكسيال وكذا وانا عندي جوار كونفيرمي اي تالونتيو جوار دو كاليتي دو فالور ما نحبش نرجع بتويلي مي شوف كيفاش تكون جمعية تتكون على سنوات وتتكسر في فيصح فيصح تنجم تكسر جمعية في شهر تاخذ كلك في ماتش نتاع كوز في ماتش شوف تاخذ كلك ديسيزيون غالطين تسيب هذا وتسيب هذا انت ملاعبي كل عام ريال مدريد سيبت ماكيليلي جابت زيدان فيجو بيكام
ومانيش مهزت حتى تيتر روبرتو كارلوس هذا لا من لول خاطر ماكيليلي خاطر ليكيليبر تاع ليكيب كان ماكيليلي عامل ليكيليبر تصديق لكلامك زياد علاش بزيدان وقت ماكيليلي لا ماكيليلي موجود ماكيليلي موجود بعد خرج ماكيليلي 4 سنين مازال خاطر ليكيليبر باش تعرف انت الجوار جوار إكيليبر في جمعية تخرجوا تجيب 10 من لاعبين باش تعطيهم تأثير فهمت معناها هذه جوار دو كاليتي ونصنعوا ونجيبوا باش نسبي تترويت ما نبيعوش الا ما نسبي تترويت تصديق لكلامك زياد على خاطر ولد الجمعية وقت اللي يجي يطلب حقه ويقول لك انا نحب فلوس اكثر ما تعطيهش وقت اللي تجيب ترونجي تعطيه فلوس وهو يمشي يشكي بيك يمشي يشكي بيك وغرامه ومشاكل كبيره احنا برشا ما نقدروش لاعبيتنا يبدا مسؤول ليكيب نحضرها في مخي حضرها كيفاش باش نلعب كيفاش باش نتطور اليوم باش نلعب اني بالليكيب هذه وغدوه ناقصني مثلا ناقصني انا عندي ان بيفو عندي ان دومي عندي كذا ناقص عام الجاي نحطه ونتبع ونزيدوا الكلبيس هذيك الناقص العام اللي بعد نزيد البيس هذيك بعد تلقى روحك بعد عامين ثلاثه عندك جمعيه صحيحه اما انت معنا تجي جوارات دو كاليتي دو فالور اي سورتو نعرف الوقت تو ما فماش معاش فما جوارات الفالور فيو معاش فما معاش فما يعني عندي شطر ملاعب بي نخليه تاكيد لكلامك الكل ما نسيبوش تاكيد لكلامك خاطر المشاكل في الجمعيات مش كل شيء فلوس تو نشوفوا الكام تاع ستات تونيزيا مثلا ستات تونيزيا عامنه ولا هكا في البطوله التونسيه ما سمعناش مشاكل تاع فلوس ولا غرافات ولا كذا مي لا جيستيون كانت غالطه كنت ماشي مع انيس البوسعايدي كنت ماشي مع انيس البوسعايدي تاع في دي ريزولتا يعني فما بوكو دو اوتوماتيزم كذا قرار ما نعرفش كيفاش تنحى انيس تجيب واحد ما يعرفش الجو نتاع استاد واستاد راهي جو صعيب برشا وجو يعرف ما فاقعد برشا كلنا كيف... ما فهمناش إيه؟ علاش نحى انيس ومن بعد تزيد تجيب انترينور اخر سيزون على مباراه واحده اللي هذه عمري ما ريتها لا مواندغ دي شوز نجم تحط لادجوان نتاعك اللي هو الجمعيه تحط ماتش تجيب انترينور تاع ماتش اللي هي ما صارتش هذا ياكد كلامكم اللي راهو كره القدم مش فلوس بركه نقعد ناس ناس لازم تكون ناس سي اس اس عميل التالي عميل التالي وثلاث سنين التالي جات في سوسه ربحت عملت لاباس عملت لنا باس اديس ليكيب هذيك ويني اي سفري وين مشات ليكيب هذيك ولي مشيت وقت في الطبق نتاعهم ولي مشيت ما هزت حتى تيتر تاكيد ان الكلام تاكيد بعد ما تدخلوش في جمعيه تاع الكره تتكسر وبعد تحكي كان على الفلوس تاكيد ان الكلام باهي صوب زيد تاكيد ان الكلام اسامه صحيح الفلوس مش كل شيء في عالم كله وي خاطر تنجم يكونوا عندك فلوس الدنيا الكل والاكزامبل هو سليم الريحي معناها نورمالمون بفلوس سليم الريحي تهز خمسه شامبيونز ليغ ورا بعضها مي ما تخلطش للريزولتا علاش خاطر التسهير سورتو كما كان يحكي زياد يحكي بالنبره الحره قال لك اني نعرف الجمعيه اللي باش تهبط هو مش انترينر ما عنده غزره وعنده فهمتي لاي وعنده الاكسبيريونس اللي يعرف اللي الجوار هذاك ينفعني بعد ستة شهور ما نسيبوش هذاك لي ما عادش عندي ما نجبد منه لو سمح ناخذ الاكزامبل ديما نعمل انالوجي مع الاوروبا احنا قبل مثلا اليوفي شكون كان يتصور اللي نهار نهارات اليوفي باش يسيب زيدان حتى حد سيب زيدان تاخذ لك بوفون تاخذ لك تيرام تاخذ لك نيدفيد عامل في جمعيه اخرى والسيك الاخر عاود مشى شكون كان يتصور مثلا شكون كان يتصور الانتر باش تسيب حكيمي مثلا لوكاكو ماروتا اللي هو احسن ديريكتور سبورتيف في العالم براتيكمون اوبليجي 246 مليون يورو ديفيسيت عندها الانتر لازم يبيع حكيمي اما بيع حكيمي جابت زيكو اللي براتيكمون نساهم براتيكمون بيع سامحني لوكاكو جابت زيكو براتيكمون نساهم بالاهداف نتاعو ويلي انفلونس لو جو وبيع فهمتني حكيمي جاب دونفريز الهولندي وجاب كوريا معناها الارجنتان معناها زاد ناصر الفلوس مهمه جدا اما كيما انت حكيت بكري لازم هيئه مديره لازم مدير رياضي لازم عباد عندها نظره ثاقبه لازم عباد تحسب الثلاث سنين واربع سنين خمس سنين قدام واليوم اخويا برجوليه سامحني مع كامل احترامات ليز اترونجي في تونس لازم ينقصوا ما عادش حاشتنا بحنا تو مثلا القرار تاع سانك اترونجي باهي اما خويا نرجعوا كيما قبل تروز اترونجي يزي فيه البركه ما عنديش 10 وما عنديش نمره 9 مالوش عام سامحني مالوش عام لاني مركز تدريب ما مركز تكوين مركز تكوين اليوم النجم هذا الساحلي عنده نسيم خضر وعنده فجري وعنده ستانلي فهمتي لاعب نيجيري موهوب فهمتني ارتيكيس وعنده وانيو وعنده زياد يعرفهم اكثر مني هذوما تسعة لاعبين كابابل في عام ونص عامين كيما طلع بعايو كيما طلع يا اخي حاج محمود قداش لعب في اللي طلعوا 15 ماتش اونتو اي بورتو ما نجمش كان الفالور مارشاند نتاعو بعد عام ونص وعامين يولي 3 مليون دورو 3 مليون يورو و 650 كي تجيب له دي زيترونجي دو نيفو سيتوال كيفاش كان نسمع عبد المجيد اولا جماعه كل سيبت ملاعبيه اون فان كونترا مش بروبر سي اس اس كل اسبيرانس سباقس ليتوال الناس كل سايبت دونك
هذا يقول غلطة به غلطة. فما جمعيات دي فورماتور يسميهم جمعيات كما تو تاخذ سليمان، سليمان تبيع ملعبيه باش 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 ليبونج ان بيجي وباش تعيش تاخذهم بعد تاخذهم بالكاليتي خير بري ليه هما بجودهم يرجعوا. وفما ملعبيه اللي ذكرت اللي ذكرت اللي ذكرت منتم معناتها جمعيات يبيعوا لان عندهم اونديتمون سي اس اس اوبليجي باش تبيع عنده اونديتمون كبير برشا. اليوم تكلمنا على سي اس اس برشا وكنا قاسين عليها برشا، عملوا سي اس اس كوب تونيزي خير من الاطوال وخير من الكلوب وخير من برشا جمعيات بورتون باللي اللي ربحت ربحت التيتر نزلت السي اس اس. فماش بربي خليني نشوف بربي يزيدني من التعصب نتاعكم. انا شوف فريق كبير ما تسميش على الكوب لا السي اس اس هزت كوب تونيزي التيتر. انت تحكي بالتيتر ولا باش تحكي انت؟ موش تيتر تاع جران كلوب كوب شنو هو الكوب تونيزي؟ داخل في البالماريس تحكي معايا هو ماشي يحكي لك على السيزون داخل سي اس اس ماكش باش تفسر شنو يقصد خليهم لبعضهم. انت تكلم على السي اس اس مش النجم تاع الكلوب لا مش يفسر السي اس اس السي اس اس هز التيتر صادق يحب يفسر انت شنو تقصد؟ ناول هز التيتر في البالماريس السي اس اس هز التيتر بالخيبات نتاعها بالمشاكل نتاعها بالامور الماديه بالرئيس نتاعها اللي يعمل برشا غلطات اللي تيتري اثناء لا احنا حكينا على ماتش خايب عديته على مشاكلها تجي من ماتش ريتور سي سي تلقى دون زان كرون جور كل شيء يتبدل يتغير راه الكره رايت فيها فيها في برشا تقلبات فيها. اليوم سي سي سيفري عندها مشاكل عندها ممكن شافت الرئيس ولا الهيئه شافت اللي لازم تخرج من لعبيه برشا من لعبيه قاعدين يخلصوا ممكن تحب تطلع صغار سي استراتيجي نتاعها محموش عليها من اللوم مسبق باش نقولوا سي اس اس سور لا موفيس بونت ولا ماشيه في ثنيه خايبه. نستناو نترقبوا يا ناصر يا ناصر نترقبوا شويه عملوا عملوا نفس الكلام تكلمت انا وياك وبعد سي اس اس هز التيتر هز التيتر قداش نقعد نترقب؟ انت ترجي عملت ارباع ميتون خايب اليوم قلت لا ترجي مش في احسن حالتها على ميتون الاولاني تكلمنا احنا لا لا اليوم احنا نحكيو عنا خمس سنين واحنا قاسيو سي اس اس عنده خمس سنين قاسي. انت تو ترجي البارح عملت ميتون كاتاستروفيك وانا قلت لك راهو تزيد ميتون تنجم تبني عليه تغششت. اليوم انا نحكي على النادي السيد ما تكلمش كلام اللي ما لا لا ما تسمع لا ما تقاونيش لا ما اسمع يا ما تبداش ترمي في الكلام يا ناصر ما تقاونيش كلام عايش خويا انا جمعيه الاسبيرانس قلت عم ناول الجمعه اللي لعبت الخرماش لعبت زي ميتون تبني عليه دونك ما تقولش لعبت خايب وهذاك اللي بغى انا نتكلم على سي اس اس ما تكلمش على سي اس اس انا حبيت نقول سي اس اس انا مش متفق معك في كل شيء انت ماكش انت قاسي على سي اس اس ما فهمتش علاش انا مانيش قاسي ما فهمتش علاش انا ناصر انا نحب نحب نرجع خليني نقول ما فهمتش علاش معناها كل شيء خايب في سي اس اس كل شيء خايب كل شيء اليوم السعر سي اس اس عند الرجال نتاعها كبار برشا يجموا يقفوا لها ويعاونوها وترجع سي اس اس هذه حاجه عندها جمهور كبير يجم يرجعها عندها ملاعبيه فيهم دي كاليتي علاش احنا نكونوا قاسيين على خاطر لعبه ماتش خايب وترجع تتربع وتمشي تتبدل كل شيء انت ليه انت ديما كل عام تشد سي اس اس سي اس اس سي اس اس مش خايبه يا سيدي ما لهاني نقول لك ليش سي اس اس خايبه مش خايبه ليه انا مش خايبه انا سي اس اس خايبه وسي اس اس مش في احسن حالاتها وجماهير النادي السويسري وكي ترفع الجماهير تولي احسن حالاتها لا لا حتى كان ربحت حتى كان ربحت سي اس اس مش في احسن حالاتها وسي اس اس انا ما عملنا ولا انت قلت هزت كوب هزت كوب هزت كوب ديما ماتشات الكوب فيهم ديزافونتاج بارابور انه شكون هم الاشخاص صحيح تيتر مهم مهم بالنسبه لتاريخ النادي اما كرويا النادي الصفاقسي ما كانش متفوقه حتى في النهائي اللي ربحته ضد النادي الافريقي عمناول الجمعيه الوحيده ربحت اسبيراس ربحت اسبيراس عمناول وربحت ليتوال انت تخاف انا ما نخافش انت تخاف انا ما نخافش انا نقول عمناول خليني نحكي خليني نتكلم خليني نتكلم خليني انا نتكلم انا نتكلم تحمل مسؤوليه الكلام اللي نقول عملناه للنادي الصفاقسي كان 50-50 كيما كان ينجم يربح النهائي كيما كان ينجم يخسروا هذه مش نهايه الامر انا نحكي على الفريق هو النهائي تفرجنا فيه عملناه سامحني ها وما جيت احكي على ماتش اخر تفرج فيه انا حبيت نقول اليوم النادي الصفاقسي اليوم النادي الصفاقسي مش في احسن حالاته اليوم النادي الصفاقسي راه مجيد قاعد يقول فيه ماذا بين النادي الصفاقسي ديما يقعد في الوضع هذا جمعيات الاخرى لا 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 لا
خلاص تيميشون لا تيميشون اللي فيه شويه هكا تشنج لكن ما يخرجش على الاطار الرياضي وكما نقول كالعاده ديما نختلف لكن في نهايه الامر من اجل افاده المشاهد والراي طبعا الراي الاخر والحكم في نهايه الامر للساده المشاهدين. فاصل ثم نتواصل.